صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وعمال مصر دايما بطيبين. النهاردة الأول من مايو اللي بيوافق عيد العمال. عيد العمال هو ذكرى عالمية، ربما البعض يعتقد أن هي يعني أتت من الداخل الروسي، ولكن أول عيد عمال تم الاحتفال به في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1886، بعد ما العمال ما كانش ليهم حقوق، كان بيتم تشغيل الأطفال ويتم تشغيل النساء، فكانوا طالبين 8 ساعات راحة و8 ساعات عمل و8 ساعات ترفيه. ده اللي كان مطلب العمال في هذا الوقت، ومن بعدها صار هذا العيد عيد عالمي كل الناس بتحتفل به في كل بلدان العالم، وصار أيضا رمز لمطالبة العمال بحقوقهم، حتى أن في بعض البلدان بتسميه أسماء مختلفة، يعني في ناس بتسميه عيد التضامن، في ناس بتسميه عيد الربيع والعمل، ولكن لا يختلف المسمى عن جوهر الأمر. الأهم ما فيه هو العمال. داخلياً وفي مصر إحنا بنحتفل بأبنائنا من عمال المصانع اللي ليهم دور كبير جداً في دعم اقتصاد الدولة. الناس دي كانوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية، ساهموا بالشغل والعرق في بناء الدولة المصرية، وساهموا أيضاً في دعم استقرارها على كافة المستويات. بكل تأكيد يا مصطفى، واستكمالا بقى للقصة، جه عندنا إحنا إزاي ابتدى في 1924، ده ما كانش بشكل رسمي يعني، كان نظم كده عمال الإسكندرية، كانوا نظموا احتفالية كده في مقر الاتحاد العام للنقابات، وبعدين فضل بقى كده يعني متقطع ومش رسمي لغاية بقى تولي سيادة الرئيس طبعا جمال عبد الناصر، سيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبعد كده بقى رسمي، بقى بيحمل طابع رسمي أو بقى عيد رسمي في مصر سنة 1964. الحقيقة واحنا بنتكلم عن عيد العمال منذ بدء اعتماده كعيد رسمي في مصر، كان بيعدي علينا مجرد أجازة بنحتفل بيه بيوم أجازة، وده اللي احنا عارفينه عنه. بس الحقيقة لو بصينا اللي بيحصل دلوقتي في مصر من مشروعات تنموية وقومية، ده بيعكس الاهتمام بالعامل، الاهتمام بدور العامل، المفهوم أصلاً دور العمال في مصر إيه، بيعكس عظمة، إخلاص، إتقان كمان العامل المصري، والاهتمام والتقدير، تقدير إتقان العامل المصري ومهارة العامل المصري اللي بيشتغل في كل المشروعات في كل مواقع الإنتاج عشان يكون جزء أساسي في البناء والتعمير والارتقاء بالدولة المصرية. وأعتقد يا مصطفى واحنا بنتكلم عن فكرة العامل كعامل، صحيح، لازم يكون متوفر له كمان عدة عوامل عشان يقدر يكون فرد منتج للمجتمع. صحيح، ويمكن إحنا اعتقدنا أن العامل ده هو عامل المصنع بس، ولكن الدولة المصرية وسعت هذا المفهوم. يعني عندنا مثلا الدولة المصرية عملت حاجة اسمها تسجيل العمالة غير المنتظمة، واللي دخلت في سياق كل مظلات الحماية الاجتماعية اللي أقرتها الدولة المصرية. عندنا أشياء كتير جداً الدولة المصرية بتوفرها للعمال المصريين، وربما هم أكتر الناس استفادة من كل ما يحدث من مظلات الحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هم حجر الأساس في قطيرة التنمية في مختلف مجالات العمل والإنتاج. علشان كده الدولة المصرية بتهتم دايماً أنها تحتفل بالعامل المصري في الأول من مايو، علشان يظل هذا اليوم شاهد على عطاء العمال، شاهد على عزيمتهم من أجل بناء هذا الوطن، شاهد أيضاً على تحقيق كم الإنجازات
اللي ظهرت على مدار السنوات الماضية. هي مصطفى أنا كمان بحب يعني أنظر للصورة الأكبر، بحب أشوف الإنجازات اللي حصلت بصدد أي ملف بنفتحه مع حضراتكم أو أي موضوع بنتكلم فيه مع حضراتكم. هي أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع العام المصري على أولوية الاهتمامات. طيب ده حصل إزاي أو حصل من خلال إيه؟ ده حصل من خلال توفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، الحفاظ على حقوق العامل المصري، التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأيضاً إصدار وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة، تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العمال. شفنا لأول مرة في تاريخ مصر يعني يحصل زيادة أو زيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات متتالية، الحد الأدنى وصل من 1200 جنيه ل 3500 جنيه لأول مرة تحصل في تاريخ مصر. شفنا تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة ومترهات الصغر، حتى المشروعات المتوسطة اللي الدولة كمان بتساعد إن المرأة تبتدي تفتح شغل جديد ليها وشغل خاص بيها. شفنا حتى يمكن تسهيل الإجراءات والمحفزات اللي الدولة بتوفرها عشان نقدر إن إحنا يبقى عندنا مش بس مربوطين بفكرة الوظيفة والشغل في مكان أو في مؤسسة حكومية أو حتى في شركة خاصة. لو بصينا حتى على معدل البطالة هنلاقيه انخفض بشكل كبير جدا، وفي توقعات كمان من البنك الدولي انه في 2024 بالنسبة لمصر هينخفض ل 7%. كل التوقعات دي وفي توقعات كمان مستقبلية إيجابية جدا بالنسبة لانخفاض معدل البطالة في مصر. طب ده بيحصل ازاي مصطفى؟ لازم يحصل عن طريق آليات او لازم يكون في بعض العوامل المتوفرة من تعليم فني وتأهيل، صحيح، من مصانع، من حتى لو هنتكلم عن كورسات او زي تأهيل التأهيل يعني مش اصل التأهيل، في ناس بتعتقد ان التأهيل لازم تكون حاجه يعني عمليه او مهنه حرفيه بالايد. لا، في حتى بيكون تأهيل للي عايز يفتح مشروع، للي عايز يبتدي مشروع صغير. بالزبط. في ناس دلوقتي واماكن حكوميه بتساعد في دراسه الجدوى وبتساعد حتى في اداره المشروع. صحيح، كل ده على فكره عماله مصريه وفي اكتر من جهه كمان، يعني قصه دعم المشروعات الصغيره المتوسطه هنلاقي فيه دعم من وزاره التضامن الاجتماعي، هنلاقي دعم من جهات وجمعيات اهليه، هنلاقي دعم من عدد كبير جدا من مؤسسات الدوله لهذه النقطه. اخيره عايز اضيفها في قصه عيد العمال، الناس زمان ربما كان بالنسبه لهم العمل هو عمل المصنع او عمل المنجم، احنا النهارده في 2023 الوضع اختلف والوظائف اختلفت وظهرت مفاهيم ربما يعني بتهدد بشكل كبير جدا هذا الامر. ظهر الذكاء الاصطناعي اللي بيهدد العمال، ظهر المفاهيم التكنولوجيه اللي هي زي ما شفنا في اوروبا وفي امريكا قضت على الملايين من الوظائف. بنكرر في عيد العمال اتعلموا حاجه جديده، شوفوا العصر اللي جاي هيعمل ايه، هنقدر نعمل ايه وهنقدر نتكيف معاه ازاي علشان ما ننقرضش. كان زمان في راجل كده جنب الملك بيهوي كده، الراجل المروحه، الراجل ده موجود؟ لا. لما اخترعوا المروحه هذا الرجل انقرض وهذه الوظيفه انقرضت. حتى لا تصبح الرجل المروحه، دور على وظيفه ثانيه علشان تقدر تكمل ويبقى في عندك مستقبل حقيقي. صحيح مصطفى، عشان بس نطمن الناس ما تتخضش، لان في ناس معتقده ان في وظائف هتنقرض وهتندثر. هي الفكره كلها انه الذكاء الاصطناعي دخل تدخل في كل مناحي حياتنا وفي كل المجالات. هي الفكره كلها ان انت تعرف ازاي شغلتك دي او المهنه دي بتتطور. صحيح. ازاي دخل فيها الذكاء الاصطناعي فتتطور. مفيش الرجل المروحه. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبه عيد العمال، بنصبح على حضراتكم مره ثانيه صباح الخير والسعاده. صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نصبح برضو على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هاله. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا هاله. صباح الخير. طبعا يعني الطقس لا يزال غريب نوعا ما بالنسبه برد. برد قوي يا هاله، برد الصبح، حر في النص، في النهار بالليل برد تاني، هنعرف طبعا بالتفصيل النهارده. صحيح. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه. اولا هنبص على شوارع القاهره والمحافظات، دلوقتي الناس طبعا بدات تنزل. هنبدا من محافظه القاهره، الكثافات بتبدا تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. لو بدانا من الكورنيش هنلاقي ان في هناك كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد. أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففي هناك سيولة مرورية. كوبري اكتوبر للمتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية أيضا ولكن متقطعة حتى غمرة. اللي مكمل في اتجاه العباسية هيلاقي هناك كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية.
في كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح. هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية النسبية في الوقت الحالي، ونفضل مكملين لغاية كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات. أما نفق الأزهر ففي انتظام لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. لو رحنا لمحافظة الجيزة هنلاقي أن في شارع الهرم في كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. أما لو رحنا شارع فيصل ففي هناك برضو بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية، وده طبعا بعد الانتهاء من التوسعات. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري الطريق لا يزال مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ونروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي، بتظهر هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع طبعا أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أكتوبر قاها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر لي وقت طويل جدا. أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال يكون فيها بعض الكثافات البسيطة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة يعني ساعات الذروة الصباحية المعتادة، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان بعض السيولة المرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. مصبح على حضراتكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم. خلونا في البداية نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية للسيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني. شهدت مباحثات القمة المصرية اليابانية الاتفاق على رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. أيضا بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضرتك. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وشهدت مباحثات القمة المصرية اليابانية لاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان، وأكد الرئيس أنه تم التباحث بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. كمان احتلت التطورات في السودان جانب مهم من المباحثات، وأكد الرئيس على الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان.
امبارح اهدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نظيره الياباني فوميو كيشيدا هديه تذكاريه نموذج لمركب الشمس اللي اكتشفت نحو الهرم الاكبر. وقال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان ان المتحف المصري الكبير هيكون اكبر متحف وهو رمز للتعاون الثقافي مع مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وده في إطار الجهود الحثيثة اللي بتبذلها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة وإقامة توسعات ومشروعات جديدة. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ببرقي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأعرب مدبولي بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة اللي بنحتفل فيها بعيد العمال اللي بيواصلوا العمل ليل نهار لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وده بدلاً من النهاردة 1 مايو بمناسبة عيد العمال. أيضاً في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، منها الانتهاء من بناء وتطوير 83 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى زفتة في الغربية. أيضاً افتتاح محطة لتحلية المياه بالشيخ زويد بتكلفة 2,600,000 جنيه في شمال سيناء. امبارح أيضاً تم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للأطباء الجدد في محافظة الفيوم، وتم أيضاً تنظيم 45 دورة تدريبية للحرف اليدوية في نفس المحافظة. أخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي أنهت أعمال بناء وتطوير 83 مدرسة بقرى مركز زفتة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي تكلفة بلغت 185.6 مليون جنيه. في شمال سيناء تم افتتاح محطة لتحلية المياه في قرية الظهير بالشيخ زويد بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكرى 41 لتحرير سيناء. في الشرقية أكدت المحافظة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الشونة خلف مبنى رئاسة حي تاني، وكمان شارع الهدى بتكلفة إجمالية 5,500,000 جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وده ضمن خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في الفيوم شهدت المحافظة انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتهيئة أطباء التكليف الجدد على العمل بمشاركة 57 طبيب وطبيبة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وبيتم تنظيم هذا البرنامج التدريبي لنقل الخبرات ورفع كفاءة الأطباء الجدد وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل. في البحيرة تم افتتاح حمام السباحة والملعب القانوني بنادي المعدية الرياضي بإدكو على مساحة تتجاوز 13,000 متر مربع لخدمة أكثر من 50,000 شاب وفتاة من أبناء مركز ومدينة إدكو والقرى المجاورة. في كفر الشيخ نظم المجلس القومي للمرأة بالمحافظة 45 ورشة تدريبية على صناعة السجاد اليدوي على النول والخياطة وصناعة ملابس الأطفال والمفروشات اليدوية والتطريز بقرية إبيانا في مركز موتوبس. في جنوب سيناء أعلنت هيئة الثروة السمكية منع الصيد بخليج العقبة وخليج السويس اعتباراً من النهاردة ولحد نهاية شهر أكتوبر المقبل، وده بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في المنطقة. في قنا أعلنت المحافظة أنه هيتم الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصلحية بمدينة قنا في أكتوبر المقبل، ولحد دلوقتي تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال المدنية بمشروع التوسعات. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون مائل للبرودة صباحاً، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في الصباح الباكر الطقس بارد، في النهار الطقس حر، بالليل بيرجع جوي برة تاني. حالة عدم الاستقرار دي مكملة معانا لغاية إمتى؟ يعني إمتى هيحصل اعتدال في الطقس، الوضع الطبيعي في الوقت دوت من السنة؟ التقلبات الجوية والتذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض لسه مكمل معانا على الأقل لمنتصف شهر 5. يمكن إحنا بالفعل اليوم بنشهد استمرار لانخفاض درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة كمان وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي بيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بتحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي بتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح على أغلب مناطق شمال البلاد، نشاط الرياح أيضا هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. صحيح. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون ما بين 25 و26 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي ما زالت الأجواء ربيعية نقدر نقول مائلة للحرارة خاصة وقت الظهيرة مع وجود أشعة الشمس اللي بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالدفء فترة النهار. المناطق الجنوبية الأجواء عليها أجواء مائلة للحرارة الحارة أيضا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل طبعا أول ما أشعة الشمس بتغيب يمكن ده المصدر الأساسي في التدفئة وإحساسنا بالاستقرار فترة النهار، بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكتر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. أيوة. بسبب كمان استمرار نشاط الرياح اللي بيساعد خلينا نحس أكتر بدرجات الحرارة فترة الليل أقل من اللي احنا دايما بنتوقعها. أجواء فترة الليل بتكون أجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم في شبورة مائية تكونت على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة تلاشت فور سطوع أشعة الشمس وما أثرتش بشكل كبير على حركة المرور أو الرؤية الأفقية. إن شاء الله متوقع مع غدا الثلاثاء إن شاء الله تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع بسبب الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية، مرتفع جوي كمان في طبقات الجو العليا. نبدأ من يوم الثلاث حتى يوم الجمعة اللي جاية ارتفاع في درجات الحرارة، ذروة الارتفاعات تكون يوم الخميس وتوصل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، ثم مرة أخرى تعاود في الانخفاض، فلسه في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة. عشان كده احنا دايما بننصح كل السادة المواطنين اللي خففت فترة النهار مفيش مشكلة تماما من فترات النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس احنا محتاجين نخفف الملابس، لكن فترات الليل لازم واحنا خارجين نصطحب معانا جاكيت لان احنا لسه هنحس بالبرودة خلال فترات الليل، او على الاقل مفيش ملابس صيفية خلال فترة الليل خلال الوقت ده حقيقي. طيب دكتورة منار، هل في فرص أمطار النهاردة، أمطار خفيفة، وهل هيكون برضو في رياح وأتربة ولا لا؟ الحمد لله يمكن الأيام الماضية فرص الأمطار كانت خفيفة وانحصرت على السواحل الشمالية، لكن اليوم على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله بتتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أي منطقة من مناطق الجمهورية، مفيش أي فرص لسقوط الأمطار، يمكن تعود مرة أخرى مع نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية، لكن أيضا هي فرص ضعيفة وفرص غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. بالإضافة كمان نشاط الرياح اللي موجود مش هيكون مثير للرمال والأتربة لأنها كتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، يعني هتساعد بشكل كبير فقط على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، لكن وارد مع نهايه الاسبوع يكون في بعض الاتربه والرمال المثاره، لان احنا بنقول مع نهايه الاسبوع هيكون في ذروه ارتفاع في درجات الحراره بسبب الكتل الهوائيه الصحراويه، فوارد يكون في تكرار للاتربه والرمال المثاره. طيب هل درجات الحراره، يعني حضرتك قلتي ابتداء من يوم الثلاث وحتى يوم الخميس او الجمعه في ارتفاع لدرجات الحراره، هل درجات الحراره هتنخفض اكتر بعد يعني ابتداء من يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله؟
هو تدريجيا الذروه بتاعت الارتفاعات هتكون يوم الخميس عظمى على القاهره الكبرى، هتكون 33 34 درجه مئويه، وبعد كده تبدا تنخفض من يوم الجمعه. هتنخفض بالجمعه 29 لكن هنحس بيها اكتر مع يوم السبت والحد، ترجع تاني 27 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، نكون اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي 3 درجات. هي الفتره دي هنفضل بعض الايام فيها ارتفاع وبعض الايام هيكون فيها انخفاض في درجات الحراره، لان يعني لسه ما الاساسيه في الوقت ده من السنه الربيع دايما في ارتفاع ملحوظ وانخفاض ملحوظ في درجات الحراره. صحيح. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17، وفي العاصمة الإدارية 26-16، الإسكندرية 24-15، والعلمين الجديدة 23-15، مطروح 21-16، ودمياط 26-16، بورسعيد 24-15، والإسماعيلية 27-18. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 25 والصغرى 16، أما في العريش ف 23-13، كاترين 22-5، وطوبة 22-18، حلايب 28-20، وشلاتين 29-21، في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19، أما في الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18. لو رحنا الفيوم هنلاقي درجة الحرارة العظمى هناك 26-14، وبني سويف 27-14، الوادي الجديد 30-16، وأسيوط 29-15، في سوهاج العظمى 29 والصغرى 16، أما في إنا فالعظمى 30 والصغرى 17، الأقصر 31-18، وأسوان 32-19. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع تاني دلوقتي لجمانة ومصطفى لأهم أخبار وأحداث النهاردة. عودة ليكم جمانة ومصطفى. شكرا. شكرا جزيلا يا هلا. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم عشان نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم البدء في صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهرياً، وبيتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية حتى 30 يونيو 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بجانب أيضاً السلع التموينية اللي بتصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه شهرياً على بطاقات التموين. النهاردة بتواصل الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد بالتعاون مع جامعة حلوان، وتنطلق المسابقة بعنوان مفهوم الإدمان وأثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري، والنهاردة آخر موعد للتقدم في المسابقة وتلقي الأبحاث. النهاردة الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت تعديل تركيب بعض القطارات على خطي القاهرة كفر الشيخ بيلة والعكس، وخط القاهرة دمياط والعكس بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية. النهاردة هتنطلق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية وبجميع تخصصاتها، وبيعتبر الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجاناً ولجميع الأعمار. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها إيفرتون مع ليستر سيتي الساعة 10 بالليل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. في زيارة مهمة جدا بيقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر. هذه الزيارة ربما بتعكس حجم علاقات التعاون ما بين مصر واليابان على كافة مستوياتها، سياسيا اقتصاديا وأيضا تعليميا، وخصوصا أن العلاقات المصرية اليابانية ممتدة وفعالة منذ سنوات طويلة. عشان كده كان في اهتمام بالغ من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني في رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، خاصة أنه في تقارب في الرؤى بين مصر واليابان، ده غير أنه هذه العلاقات شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده انعكس الحقيقة بالإيجاب على حجم التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. خلينا نرحب بدكتور عمرو الطويل عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر.
صباح الخير على حضرتك وعلى جمهورك وعلى مصر كلها. اهلا بك يا دكتور عمرو. دكتور عمرو، يعني ازاي بتقيم هذه الزياره وازاي ممكن نستفيد من وصول مستوى العلاقات بين مصر واليابان الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه؟ المفهوم ده بيمثل ايه؟ تمام. هو طبعا زياره معالي رئيس الوزراء كيشيدا زياره في غايه الاهميه، وهي طبعا بتتبع الزيارات اللي قام بيها رئيس الوزراء الراحل شينزو ابي اللي برضه كانت له ايادي بيضاء على العلاقات بين مصر واليابان، اللي هي بتمتد الدوله الحديثه من سنه 1922 لغايه النهارده. اليابان بتدعم اكثر من 38 مشروع تعاون ومشروع تنميه في مصر من الوقت ده. احنا بنتكلم على يعني مليارات الدولارات. صحيح. من المنح ومن وسائل التعاون المختلفه، بدايه من جسر السلام ودار الاوبرا، متحف المصري الكبير طبعا، ومستشفى بورليش، ومشاريع ثانيه، ودلوقتي الخط الرابع للمترو. لكن في الحقيقه كان التعاون في مجال التعليم تطور نوعي لهذه العلاقه. زياره فخامه الرئيس السيسي لليابان ولقائه مع الرئيس الوزراء الراحل وتوقيعهم على مبادره الشراكه المصريه اليابانيه في التعليم كانت نقله نوعيه، لان هي نقلت التعاون دوت الى الاستثمار في البشر والتنميه وتنميه البشر. وده تطور نوعي لهذه العلاقه، لان دلوقتي احنا شايفين المشروعين الكبار في هذا المجال، مشروع الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المدارس اليابانيه، ابتدى التعاون دهوت يثمر عن تنميه وتطوير للمصريين نفسهم. الاف الطلاب النهارده في المدارس اليابانيه، الاف الطلاب في الجامعه المصريه اليابانيه، ومهم جدا الخريجين برامج الدكتوراه من الجامعه المصريه اليابانيه اللي هم حوالي 490 طالب النهارده خلال ال 10 سنين الماضيه، معظمهم من المصريين اللي هم بيعملوا كاساتذه النهارده في الجامعات المصريه في كل مصر. ده مفهوم يا فندم طبعا. الطالب دول بيعلموا النهارده مئات الالاف من الطلبه في كل كليه الهندسه بالطريقه والنمط والاسلوب اللي اتعلموا بيه في الجامعه المصريه اليابانيه. هايل. طيب دكتور عمرو، ده اللي حاصل بالفعل على ارض الواقع، لكن حسب اللقاء امس احنا شفنا انه رفع مستوى العلاقات بين البلدين الى الشراكه الاستراتيجيه. هذا التقدم المحرز في العلاقات المصريه اليابانيه اللي قديمه جدا الحقيقه، هيفيدنا ازاي على سبيل المثال لو هنتكلم على مجال التعليم او قطاع التعليم تحديدا؟ كلمه الشراكه دي كلمة استخدمت مؤخرا وتحديدا في قطاع التعليم. الفرق بين الشراكة هي كانت ايه قبل كده كان اسمها تعاون او مساندة. شراكة يعني مصر واليابان شركاء في تصميم، تمويل، إدارة، تشغيل ونجاح المشروع اللي بيتفقوا عليه مع بعض. وهنا يفرق كتير. الأول كان مثلا ممكن تيجي دولة تدعم مصر علشان تعمل مشروع معين. هي بتوفر الدعم، بتوفر المساندة. مين صاحب المشروع؟ مصر. مين المسؤول عنه؟ مصر. مين المسؤول عن نجاحه؟ مصر. الوضع هنا مختلف. مصر واليابان شركاء مع بعض في كل شيء. في التصميم والتنفيذ والنجاح وحتى جني الثمار. يعني ايه جني الثمار؟ مثلا واحد من اهم المشروعات الموجودة حاليا مشروع منح تيكاد 7 للطلاب الأفارقة للحصول على درجة الماجستير من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. حكومتي مصر واليابان شركاء في تمويل 150 طالب أفريقي للحصول على الماجستير من الجامعة. صحيح. الطلاب دول بعد ما يتخرجوا بيرجعوا دولهم. بيبتدوا إن هم يتبوأوا مناصب في الجامعة أو في الوزارة أو هنا أو هنا. ويبقى ولائهم وعرفانهم بالجميل للدولتين مع بعض اللي ساعدوهم على الوصول لهذا المستوى، مصر واليابان. ده مفهوم الشراكه. صحيح. القارئ في العلوم السياسيه يا دكتور عمرو لو بيتكلم على قصه القوى الناعمه والقوى الخشنه والقوى الصلبه، في الاطار ده في حاجه اسمها في العلوم السياسيه اسمها القوى الذكيه، ودي اللي بتستعملها اليابان في الحقيقه. إن هي يعني تعمل المتحف المصري الكبير، إنها تعمل مشروعات تعليمية، لأن هذه المشروعات
بتقعد سنوات طويلة جدا تجني ثمرها. من وجهة نظرك وأنت عميد كلية الهندسة في الجامعة المصرية اليابانية، إزاي نستفيد من هؤلاء الكوادر في على الجانب المصري وأيضا يعني على تعليمهم بالشكل أو بالطريقة اليابانية؟ القوة الذكية هي اللي نتج عنها التأثير المتنامي اللي أنا بتكلم حضرتك عليه دلوقتي، والتعبير ده جميل جدا وأنا يعني مبسوط وهستخدمه بعد كده إن شاء الله. لأن القوة الذكية هي خلت اليابان توفر للمصريين معدات بحثية مثلا في الجامعة في حدود 50 مليون دولار. المعدات دي أهلتهم إن هم يعملوا أبحاث علمية ويسجلوا براءات ابتكار فيبقى أثرها لسنين طويلة. أهلتنا إن احنا نعمل أبحاث تطبيقية مع صناعات لتطويرها وتطوير منتجات علشان تبقى بالكيف الفكرية بتاعتها لمصر ولليابان مشتركين بالمناسبة، وبرضو ده دائم لسنين طويلة. أهلتنا إن احنا نعمل مشروعات زي المتحف المصري الكبير موجود وهيكون يعني منارة للمعرفة للعالم كله مش بس مصر واليابان، وبرضه لسنوات طويلة. فلما بنعمل جامعة، الجامعة بتقعد 100 200 300 سنة، صحيح، مش مجرد مشروع يعني افق. ده في جامعة قعدت آلاف السنين عندنا الأزهر مثلا، بالظبط، أو 1000 سنة بالظبط، مثلا 1000 سنة بالظبط كده هو. فاحنا بنتكلم على مئات السنين، بنتكللم على التأثير في حياة ملايين البشر. حضرتك متخيل بيبقى مثلا اذا كان مصري او افريقي بيجي بيقعد سنتين ثلاثه في الجامعه، حياته بتتغير 180 درجه، مستقبله وتاثيره في مجتمعه هو كمان بيتغير. فاحنا بنتكلم على تاثير متنامي ومتناهي الحدود بصراحه. دكتور عمرو، الحقيقه انه الجامعه المصريه اليابانيه هي واجهه التعاون بين مصر واليابان. عايز أعرف من حضرتك عن دور الجامعة في تعزيز أطر هذا التعاون، وعايز أعرف كمان من حضرتك يا فندم إيه اللي بتقدمه الجامعة المصرية اليابانية. لو هنتكلم عن على سبيل المثال قطاع دعم التكنولوجيا، إيه اللي بتقدمه الدولة هذه الجامعة؟ عفوا، واحدة من الحاجات المهمة واللي فيها برضو الفائدة المشتركة للدولتين، احنا طلابنا في الجامعه عندنا 2500 طالب كلهم بيدرسوا اللغه اليابانيه لغايه المستوى اللي بيؤهله الى التعيين في الشركات اليابانيه العامله في مصر والشرق الاوسط. وده مهم جدا. احنا سمعنا فخامه الرئيس بيتكلم على تشجيع المستثمرين اليابانيين للقدوم الى مصر. المستثمر الياباني عاوز يجي، عاوز يلاقي حد بيتكلم لغته وبيعرف ثقافته، يعرف يشتغل بطريقته، هيلاقيه فين؟ هيلاقيه عندنا. فبالتالي ده بيشجعه اكتر ان هو يجي وينقل التكنولوجيا بتاعته من اليابان لمصر ويضخ استثمارات في مصر، وهو مطمن انه هيلاقي الكوادر اللازمه لاداره وتشغيل هذه الاستثمارات، مش هيبقى قلقان من الناحيه دي. فده ده نقطه مهمه جدا. ليه هم بيستثمروا في البشر؟ لان هم عارفين قد ايه ده ممكن هم مش بس يفيد مصر، لا ده برضه بيفيدهم كمان. وهنا نيجي في السياسه الذكيه زي ما قلنا من شويه. الجامعه بتعتبر اكبر مكان في العالم بيعلم لغه يابانيه بعد اليابان. ودي نقطه يعني مهمه جدا. برضه المشروع بتاعنا يعتبر اكبر مشروع تعاون في التنميه البشريه في بتقوم بيه هيئه الجايكا اليابانيه في العالم. احنا بنتكلم على ارقام كبيره جدا وتاثير عميق. ايوه بس معلش يا فندم، برضو عشان بس المشاهدين يبقوا فاهمين اكتر، يعني ايه يعني ايه الاليات هذه الجامعه في فكره الاستثمار في البشر؟ زي ما احنا جامعه وبالتالي بنقبل طلاب في مرحله البكالوريوس في كليه الهندسه وكليه الاعمال الدوليه وكليه الصيدله وكليه العماره والتصميم وكليه الحاسبات والمعلومات، وبيقعدوا عندنا اربع سنين، بيطلع معاه بكالوريوس، لكن بيطلع اهم من البكالوريوس، بيطلع معاه لغه يابانيه، بيطلع معاه مهارات القرن ال21، بيطلع معاه الجدارات اللي بتوصي بيها الامم المتحده للمستقبل، بيقدر ان هو يواكب الثوره الصناعيه الرابعه وثوره الانترنت وانترنت الاشياء، بيكون عنده المؤهلات اللي تكفيه ان هو بسرعه ينضم لسوق العمل ويكون عامل بناء
لهذا السوق ويكون عنده الادوات الجديده اللي بيحتاج لها السوق ده. وعلشان كده بنلاقي ان الشركات اليابانيه بتيجي تطلب الطلاب بتوعنا ان هم يشتغلوا معاها من قبل ما يتخرجوا. صحيح. بيطلبوا الطلاب المصريين وبيطلبوا الطلاب الافارقه اللي بيدرسوا عندنا في الجامعه برضه. عظيم. طيب احنا لو بنتكلم على ارض الواقع مش نظريا بقى، خلينا نطبق هذا الكلام، يعني لو المانيا مثلا هي قلعه الصناعه في العالم او هي المتميزه في الهاردوير، فالسوفت وير احنا كلنا في العالم عرفناه على ايد اليابان، كل البرامج عرفناها على ايد اليابان، البرامج التكنولوجيه، انا بتكلم على برامج الكمبيوتر، يعني استفيد ازاي من ده؟ اوطن هذا الامر ازاي؟ اخلي المصريين يعملوا حاجات صناعه برمجيات ازاي؟ يعني انا عارف ان الجامعه لسه ما خرجتش طلاب بما يكفي سوق العمل، لكن علشان من وجهه نظرك استفيد من هؤلاء الطلاب وما يطلعوش بقى بره دبي او يروحوا اليابان ويفضلوا هنا في مصر، نعمل ايه يا دكتور؟ نوفر لهم المناخ المناسب انه يطلع من الجامعه يلاقي عمل بعائد معقول يخليه يبقى في مصر. وخليني اطمن حضرتك ان ده في المجال تحديدا اللي حضرتك قلته ده حاصل تماما. النهارده الشركات الناشئه اللي بتعمل في مجال البرمجيات ومجال الذكاء الاصطناعي ومجال تطوير وخدمه التطبيقات الحاسوبيه المختلفه، الشركات دي كتير جدا في مصر وبتشغل اولادنا، وبيكون شغلها عن طريق اما خدمه السوق المحلي او حتى توفير البرمجيات ديت او اجزاء منها للشركات العامله في اوروبا وامريكا واليابان نفسها. لان طبعا بيكون تكلفه تطوير هذه البرمجيات في مصر اقل بكثير جدا من تكلفه تطويرها في الخارج. صحيح. فاللي حضرتك بتقوله ده بالفعل حاصل، مش مستقبل ولا حاجه، ده واقع حاصل دلوقتي. في مبادرات كتير برضه عاملاها الحكومه لاعاده تاهيل الخريجين او اعاده توجيههم الى هذا المسار، ده برضه بيساعد على اعداد كوادر بشريه تعمل في هذا المجال. طيب في نقطه كمان حضرتك ذكرتها يا دكتور مهمه جدا، واتكلمت عن وجود طلبه افارقه من القاره السمراء في الجامعه المصريه اليابانيه. النهارده احنا عندنا 150 طالب افريقي دول بيدرسوا الماجستير، وبالفعل خرجنا 50 طالب رجعوا لدولهم علشان يكملوا مسيرتهم اذا كان في المجال الاكاديمي او في الحكومه او في الصناعه. وتم الاتفاق ما بين الحكومتين على توفير منح للدكتوراه لبعض منهم للاستمرار في الكارير الاكاديمي بتاعه، المسار الاكاديمي بتاعه، والحصول على دكتوراه من الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. وده كان احد ادوات الدبلوماسيه الناعمه اللي نفذتها الحكومه المصريه بالشراكه مع الحكومه اليابانيه علشان تطوير وتحسين العلاقات الثلاثيه بين مصر واليابان والدول الافريقيه المختلفه، وضمان ان يكون لينا سفراء في الدول الافريقيه للمستقبل. احنا مش عايشين لوحدنا، احنا عايشين وسط جيراننا وسط ظروفنا، وكلنا شايفين اللي بيحصل حوالين مننا ومدى خطورته. وقت الازمات لا قدر الله بتحتاج يكون ليك صديق في هذا البلد. الصديق ده ممكن يكون قوي حد سبق له الدراسه والاستفاده من منحه مموله من الدولتين ومن التواجد في الدوله عندنا. لما ابنائنا الافارقه بيجوا مصر بيعيشوا معانا بيعرفوا مصر، بيعرفوا يعني ايه شعب مصر، بيعرفوا يعني ايه كرمنا، وبيعرفوا يعني ايه ضيافتنا، بيعرفوا يعني ايه علمنا. وده طبعا بيغير من تقديرهم لبلدنا، وبيفضل التقدير ده معاهم طول عمره. صحيح. على اي حال يعني لو كانت دي القوى الذكيه لليابان فدي برضو تعتبر احد مجالات القوى الذكيه لمصر، ان هي تصدر هذه التكنولوجيا للقاره الافريقيه عبر هذه الكوادر اللي بتدرس في مصر. بنشكرك يا دكتور على اسهاماتك وعلى افكار حضرتك. الدكتور عمرو الطويل عميد كليه الهندسه في الجامعه المصريه اليابانيه، اسعدتنا بالحديث في برنامج صباح الخير يا مصر. مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله الحملاوي، اتفضلي يا هاله. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بقصر الاتحادية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود صون وترسيخ السلم والأمن الدولي. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الياباني المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعاية اليابانيين من السودان. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الياباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين. وخلال المنتدى أعرب مدبولي عن تقديره لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعاً. أعلنت الخارجية أن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا، وأوضحت الخارجية أن جهود الدولة نجحت أمس في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان. قال الجيش السوداني إنه وافق على تمديد الهدنة مع قوة الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف هذه الليلة. وأعرب الجيش السوداني في بيان له عن أمله في التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات تنفيذ الهدنة، ويتبادل طرفا النزاع بانتظام الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة 3 أيام بوساطة دولية. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري بالعاصمة الأردنية عمان في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 من إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك. هذا ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك صعوبة تواجهها القوات الأوكرانية في مدينة بخمط التي تشهد معارك شرسة مع الجيش الروسي. في الوقت نفسه أعلن الجيش الروسي أنه أحرز تقدما في اتجاهات مختلفة داخل بخمط، مشيرا إلى أنه يسيطر على 90% من المدينة حتى الآن. وتعتبر مدينة بخمط مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، ومنذ الصيف الماضي تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة. ورياضيا، ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فريق مارومو غالنتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحسم الفريق الجنوب أفريقي تأهله للدور نصف النهائي للكونفدرالية بهدفين لهدف في مجموع مباراة الذهاب والإياب، فيما ودع بيراميدز المسابقة من الدور ربع النهائي. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. طبعا تابعنا الجولة الهامة اللي قام بها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مصانع العشر من رمضان وأيضا العبور الجديدة. حقيقة ليه تصريحات هامة جدا عقب هذه الجولة، اتكلم فيها كمان عن فرص مهمة للاستثمار وكشف عن خطة لدعم الصادرات وتشجيع القطاع الخاص. صحيح يا جمانة، ورئيس الوزراء أيضا اتكلم على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وعلى تحسين بيئة العمل من خلال ما يعرف بالرخص الذهبية اللي بتعطيها للمستثمرين من خلال آليات متعددة
وأشكال مختلفة لجذب الاستثمار للسوق المصري. الحقيقة أن تصريحات الدكتور مدبولي كان فيها معلومات كتيرة جدا، وكان فيها معلومات محتاجين نحللها بشكل أكثر علشان نعرف ما هي الرخص الذهبية، ما هي فرص الاستثمار المتاحة في مصر، إزاي الدولة المصرية بتسهل كل هذه الأمور إلى المستثمرين. النهاردة معنا الدكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي، نتكلم معاه في كل هذه التفاصيل. هو منور النهاردة في استوديو صباح الخير. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا بيك يا دكتور. قبل ما نتكلم عن تفاصيل حديث طبعا دكتور مصطفى مدبولي، خلينا نعرف بشكل عام كده قراءتك لحديث وتصريحات دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. بشكل عام شايف أهم النقاط اللي استوقفتك إيه في حديثه؟ خلينا نضع أساس في كلامنا في البداية ونأكد على أن الاقتصاد المصري بطبيعته هو اقتصاد قوي كبير متنوع راسخ في كل أحواله. يعني أنا عايز أقول قرون مئات السنوات مرت والاقتصاد المصري قادر. الاقتصاد المصري هو الأكثر تنوعا في المنطقة، لا يعتمد على قطاع بعينه، لا يعتمد على سياحة فقط أو بترول فقط أو معادن أو ثروة معدنية فقط. هذا التنوع الذي يكسب الاقتصاد المصري قوة تجعله قادرا على الصمود. يجب أن نثق في مكونات الاقتصاد وفي هيكل الاقتصاد وفي قدرته على الصمود بطبيعته، ولكن هذا الصمود وهذا الثقل يجعل التعامل مع الاقتصاد تعامل مع كائن ثقيل. الاقتصاد المصري اقتصاد ثقيل بيحتاج إلى جهود لتحريكه، وفي نفس الوقت من ضمن ضماناته إن هو ثقيل في التراجع في حد ذاته. الدولة المصرية ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بتدفع هذا الاقتصاد إلى الأمام، ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019 في قطع شوط كبير جدا من أشواط التنمية. هذا الاقتصاد الذي انطلق انطلاقة كبيرة واجهته تحديات في تداعيات كورونا، نجح في اجتيازها بنسبة 100% دون أن يشعر بها المواطن. ثم أتت تداعيات الحرب الأوكرانية التي لا نريد أن نقصرها على الحرب الأوكرانية، ولكنها واكبت حالة اضطراب اقتصادي عالمي كبير جدا. هذا الاضطراب الاقتصادي ومخاض نظام اقتصادي عالمي جديد متوقع تأثرت بها الاقتصادات كلهم بحجمه، أما وإن الاقتصاد المصري بحجمه كبير فتأثر بصورة أكثر تنوعا. الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة من أجل ذلك، وكان مهم جدا ما يقوم به رئيس مجلس الوزراء من آن لآخر، وآخرها تصريحاته الأخيرة إطلاع المواطن على ما تقوم به الحكومة من أجل التعامل مع المتغيرات المتسارعة عالميا ومحليا. فكرة تطمين المواطن أن المواطن يعلم بمنتهى الشفافية ما قامت به حكومته وما ستقوم به في المستقبل، ماذا تقوم به في كل قطاع. هذا الحديث الذي تناول معظم المحاور الاقتصادية أتصور أنه رسالة طمأنة للمواطن المصري، رسالة شفافية إلى المستثمر في الداخل والخارج بما قامت به الحكومة المصرية وبما ستقوم به في الفترة القادمة، وهذا الأمر أمر جيد ويكون له مردود جيد بصفة عامة. طيب، كان في كلام من رئيس الوزراء بشكل مباشر وصريح عن حل مشاكل المستثمرين، عايزين نعرف إيه المستثمرين كانوا بيشتكوا من إيه؟ الدولة المصرية بتشتغل على هذا الملف إزاي؟ هنحل هذه المشاكل إزاي؟ علشان نقدر نوصل لصيغة معينة نقدر نتكلم بها عن هذا الأمر. عملية الاستثمار هي عملية مستمرة، ولما بنيجي نتكلم عن مشاكل المستثمرين أو رعاية الدولة لمشاكل المستثمرين والتصدي إلى حلها، يجب أن نعلم أن هذا الأمر سيظل مستمرا. الدولة المصرية بدأت من أجل المستثمرين في صناعة بنية تحتية وفي الانخراط في اتفاقات اقتصادية عالمية من أجل نفاذ الصادرات وفي تقديم حوافز كثيرة ومتنوعة للمستثمرين. كان هناك ملف المصانع المتعثرة اللي كانت أغلقت فترات الاضطراب السياسي وتم الانتهاء منه. كان هناك مبادرات تمويلية نجحت في تحفيز هذا القطاع. هذا يعني أنا عايز أقول إن الاستثمار في مصر لا يبدأ من الصفر، لدينا بالفعل نجاحات كبيرة ومشروعات كبيرة جدا موجودة في الاقتصاد المصري، ولكن في هذه المرحلة على وجه التحديد التي تستهدف فيها الدولة المصرية زيادة نشاط القطاع الخاص
ليصل إلى نحو 65% من حجم النشاط الاقتصادي. المسألة لا تقتصر على حل مشاكل المستثمرين، ولكنها تحتاج إلى تحفيز المستثمرين لزيادة حجم نشاطهم بصورة كبيرة جدا. ده علشان أحفز المستثمر المحلي وأجذب مستثمر أجنبي، لابد أن يكون هناك تواصل ما بين الحكومة وما بين المستثمرين. هذا التواصل بنراه في المؤتمرات، بنراه في الحوارات، كان في المؤتمر الاقتصادي، بنراه في اللقاءات المباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وقبل كده كان محافظ البنك المركزي مع المستثمرين. ثم نتابع الزيارات الميدانية اللي بيقوم بها رئيس مجلس الوزراء بالوصول إلى المستثمرين، زي ما تابعنا وجوده في العشر من رمضان وفي العبور، بحيث يكون قريب من هذا الأمر. التعامل مع مشكلات المستثمرين بيتم عن طريق مجموعة من الجهات على مستوياتها. أتصور أن يعني عايزين نقول أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه هو الراعي الأكبر لعملية الاستثمار في مصر. يعني الكبار المستثمرين، ومش عايز أقول بس الكبار، احنا بنتابع الرئيس وهو موجود في معرض تراثنا اللي بيشجع فيه صغار المستثمرين. صغار المستثمرين الرئيس بنفسه بيكون موجود. فبتوجهات السيد الرئيس بيكون هناك رعاية للمستثمرين الكبار والمتوسطين وحتى الصناعات الحرفية والتراثية. هذا الأمر هل ده معناه أن المشاكل هتنتهي؟ المشاكل ما بتنتهيش، ولكن عملية الاستثمار عملية متجددة وسريعة. لابد أن تكون الحكومة ذات فكر استباقي وأسرع. يعني أنا كنت فرحان جدا امبارح لما رئيس مجلس الوزراء قال إحنا كنا في ملف الطروحات، لما بنعلن عن شركة معينة فده بيضر بالمركز التفاوضي يعني للحكومة عندما تتفاوض مع مستثمرين بشأن الاستثمار في هذه الشركة. الأمر اللي دفع إلى أن يكون عمليات التفاوض عمليات بعيدة عن الإعلان، وده للمصلحة العامة. وأن ما واجه ملف الطروحات من صعوبات في الفترة الماضية هو عالجه بأنه أنشأ وحدة لمتابعة وتنسيق عملية الطروحات في مجلس الوزراء، وتعيين في الفترة القادمة تعيين مستشار متخصص لذلك. لأن هذه العملية هي عملية متشعبة جدا، فيها متغيرات كثيرة جدا. القضية ما بقتش قضية أفكار، القضية قضية تنفيذ. متى يصدر القرار وبماذا يصدر القرار؟ فالقرار له توقيت يكون فيه جيد وله توقيت يكون فيه غير جيد. فعملية التسارع وعملية التوائم مع المتغيرات والتعامل مع سوق متغير وقراءة سلوك المستثمر وقراءة سلوك السوق، هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق سريع. رئيس مجلس الوزراء أنشأ من خلاله هذه الوحدة وسيعين مستشارا من أجل ذلك. وأتصور أن هذا النموذج نموذج مهم جدا، لأن لما رئيس مجلس الوزراء يعني قام بذلك، أتصور أنها رسالة أيضا في الوزارات في بعض الملفات اللي بتحتاج تعامل سريع. محتاجين فعلا من الوزارات تراجع إنجازاتها خلال الفترة اللي فاتت، والإنجازات موجودة، ولكن لو كان هناك في ملف محتاج تنسيق أو محتاج وحدة خاصة أو محتاج تطوير أداء، لابد من التعامل معه على نفس النموذج اللي ضرب به المثل رئيس مجلس الوزراء في تعامله مع ملف الطروحات وما أعلنه بشأنها بالأمس. طيب دكتور وليد، الحقيقة أنا بشكرك على يعني شرحك المستفيد عن فكرة أو استراتيجية الدولة المصرية لجذب المستثمرين إن كان الأجانب أو حتى تحفيز المستثمرين المصريين. لكن برضو مهم إن احنا نوضح للسادة المشاهدين إيه آليات بقى تنفيذ هذا الفكر على أرض الواقع. حضرتك كلمت عن ملف الطروحات على سبيل المثال، في أيضا ملفات أخرى زي على سبيل المثال الرخصة الذهبية. من ضمن المشاكل أيضا اللي تحدث عنها دكتور مصطفى مدبولي فكرة التوجه لأي جهة. يعني أنا مستثمر إن كان أجنبي أو مصري عندي مشكلة أروح لمين؟ كان الحقيقة بيقابلنا مشكلة وهي البيروقراطية، فكرة تبطيء وتيرة التعامل حتى في المصالح الحكومية، فكرة التوجه لعدة منافذ لاستخراج أوراق لمشروع بعينه. إحنا المشكلة دي كانت عندنا وبالفعل الدولة المصرية لقت ليها حل. عايزين نشرح النقاط دي. أقول لك الحل وأقول لك التحديات اللي جاية. الدولة لما تعاملت مع ملف الاستثمار بدأت على كل المستويات. هناك استثمارات كبيرة متعلقة بالشراكة مع الدولة
بنشوف فيها كبار الـ يعني رؤساء حكومات موجودين. احنا موجود في مصر رئيس الوزراء الياباني ومعه مجموعه من المستثمرين اليابانيين على اعلى مستوى. بالامس كان موجود المستشار النمساوي. وديا هذه الزيارات على فكره يعني انا ببقى فرحان جدا بهذه الدول الكبرى لما بتيجي في مصر. اصل بعض على السوشيال ميديا البعض بيتحدثوا احاديث يعني انتوا بتتكلموا في ايه عن الاقتصاد ده كبار الدول في العالم بتبقى موجوده عندنا وبتتطلع الى شراكتنا الاقتصاديه. فالمستثمر الكبير بيقدر يوصل للقيادة السياسية، بيقدر يوصل لرئيس مجلس الوزراء والتعامل بيكون مباشر. نيجي بعد كده في الدرجات الأقل، احنا بنتابع مجهود كبير جدا لهيئة الاستثمار، بنتابع مجهود كبير جدا لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اللي بيقدم من خلاله الأفكار ودراسات الجدوى والتدريب والتمويل والكثير من هذه الأمور. يعني هناك لما بقول إن كان في مبادرة ب 200 مليار تم استنفاذهم بالكامل في مشروعات موجودة بالفعل وتم تجديدها ولا زالت موجود. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة بسيطة جدا 5% و7%، ده حاجة كويسة جدا. لكن هي ده ما ينكرش إن احنا نتطلع إلى المزيد. أنا كمواطن طموحي كبير جدا. الحكومة طبعا اللي علمنا الطموح واللي يعني اشبعنا بالطموح السيد الرئيس. طموح السيد الرئيس طموح كبير جدا، طموح ال 100 مليار دولار صادرات، طموح الانتاج. هذا الطموح الكبير بيدفعنا الى ان احنا لازلنا الطموح يلزمه عمل يعني. طيب خليني اتطرق على سبيل المثال لفكره او ملف الرخصه الذهبيه. ايه هي الرخصه الذهبيه؟ الرخصه الذهبيه طبعا انا عندي المستثمر الكبير بيكون عنده مشكلتين. المشكلة الأولى هو بيكون دايما فرحان جدا أنه يلاقي مشروع جاهز من غير رخص ومن غير إنشاءات ومن غير مباني يدخل يشتري ويبدأ يشتغل ويكسب ويتعامل. وده بيغطي ملف الطروحات للمستثمر اللي عايز يشتغل من أول يوم، ياخد مشروع جاهز ويشتغل. ودي الغالبية العظمى للمستثمرين. بيجي بعد كده المستثمرين خصوصا في المشروعات الجديدة الضخمة الجديدة، المشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشروعات ودي اللي فيها الاستثمارات الحقيقية اللي بتيجي عليها الاستثمارات فعلا. بيجي احنا لما بنتكلم عن 15 رخصة ذهبية صدرت دي بأرقام كبيرة جدا. لكن المستثمر ده علشان يجي يبدأ يطلع إجراءات تراخيص للبناء، تراخيص للأمن الصناعي. دي عشرات اللي احنا كنا بنتكلم فيها بالظبط. عشرات من التراخيص لما الدولة بتوفر له بأنه يقدم يتقدم بطلب بالمشروع الخاص به ويحصل على رخصة ذهبية تكون رخصة شاملة كافة التراخيص التي يحتاجها في رخصة واحدة. طبعا ده شيء مهم جدا لأنه بيقطع على المستثمر وقت طويل. الوقت في الاستثمار مهم جدا. الوقت لأنه النهاردة المشروع لما بنتهي من تراخيص كان من الممكن تستغرق شهور، تستغرق لتصل أن احنا ننتهي منها خلال أسابيع. ده شيء طبعا كويس جدا. 15 رخصة تايم از ماني، الوقت يساوي فلوس اكيد. 15 رخصه بالفعل صدرت، في 45 طلب لتراخيص ذهبيه جاري هيصدروا تباعا. التقدم لهذا الامر انا ببقى فرحان لما بيكون الدوله تقدم مبادره زي مبادره الرخصه الذهبيه اللي الرئيس يعني اكد عليها ووجه بتنفيذها بعد المؤتمر الاقتصادي. صحيح. وكان نتائجها كده. ده شيء طبعا مبادره ناجحه جدا. بينما لدينا مبادرات تحتاج الى تطوير زي مبادره سيارات العاملين بالخارج. فكره العمل، لان احنا دايما محتاجين ان احنا نعظم من الاشياء اللي بننجح فيها وبنطور من ادائنا. وده طبيعه عمليه العمل الاقتصادي والعمل في مجال الاستثمار. صحيح. لابد ان يظل مستمرا. طيب احنا بنتكلم على ملف الصادرات مثلا. امبارح كان في حديث ربما كان هو العنوان او المانشيت اللي خدته كل الصحف، ان في صندوق لدعم الصادرات بقيمه 30 مليار جنيه. الناس كلها بتقول الحل يا جماعه في قصه العمله الصعبه هي الصناعه. بتقول ان كل التجارب اللي قالت في التاريخ الصين بقت صين ليه؟ ورغم ان اسيا كلها بتتكلم في السوفت وير علشان عندها الصناعه، عندها الايد العامله، ومصر هي يعني هي الصين العربية الشعبية. 100 مليون وسط دول أكتر دولة فيها 30-40 مليون. فإزاي نعمل ده؟ إيه اللي ناقصنا في ده؟ الصندوق ده هيقدر يساعد؟ هنقدر نوصل لحاجة يا دكتور؟
هو دعم الصادرات دعم موجود منذ فترة طويلة، وده مخصصات بتخصصها وزارة المالية للمصدرين علشان تشجعهم وتخفف من عندهم الأعباء التصديرية بحيث أن هي تساعدهم على التصدير. ولكن هذا الأمر كان فيه مشاكل متعلقة بأن كان بيبقى ليهم مستحقات، والمستحقات دي كانت بتتأخر لفترات طويلة، وكان المخصصات اللي موجودة ليهم كانت مخصصات غير كافية. لما بنزود دعم الصادرات ده معناه زيادة الصادرات نفسها، فرغم صعوبة الظرف العالمي ورغم التحديات اللي موجودة إلا أن الموازنة القادمة رصدت مخصصات تصل إلى 30 مليار جنيه لدعم المصدرين ولتحمل الأعباء التصديرية عنهم. هذه المخصصات مبدئيا بتتيح للحكومة بقى أنها تتحرك، أنها تشجع المستثمرين والمصدرين على العمل وعلى زيادة نشاطهم، ودي بتنعكس. هتشجعهم إزاي؟ ما احنا عندنا مبادرات سابقة، إيه اللي هيختلف في هذه المبادرة عما سبقها؟ المبادرة دي تحديدا الوزارة بدأت، وزارة المالية بدأت تطور بحيث تكون هذه المبادرة مبادرة مميكنة، تكون الإجراءات الخاصة بها إجراءات سريعة، أن المصدر يحصل على مستحقاته خلال 3 أشهر على الأكثر كحد أقصى، بحيث ما تتأخرش عن دورة رأس المال في الفترة، في هذه الفترة. ده شيء كويس جدا، وطبعا يعني هناك تواصل ما بين الحكومة وما بين المجالس التصديرية من أجل التفاهم حول آليات التطبيق والتصدي لسمة عقبات متعلقة بتطبيق مثل هذه المبادرة. دكتور إيدمن، أهم قطاعات اللي بتعتبر مصدر للعملة الصعبة في مصر هو قطاع الزراعة، من أهم القطاعات الحقيقة، وبيساهم بصادرات عظيمة، لكن برضو على جانب آخر استهلاكنا كبير جدا مثلا من القمح، وبنستورده بكمية كبيرة جدا. لغاية متى دخلت الدولة وتعاملت مع هذه النقطة تحديدا وهذا الملف تحديدا؟ لو هنتكلم عن قطاع الزراعة وهنتكلم عن فكرة القمح ودعم مزارعين فلاحين اللي بيزرعوا القمح بشكل خاص، شايف الدولة قدمت لهم ايه ولسه محتاجين ايه؟ خلينا، انا عايز اتكلم في القمح تحديدا. نرجع في نفس هذا الوقت من العام الماضي لما كان بيثار الشكوك على السوشيال ميديا ان احنا مش هنلاقي قمح ناكل بعد الحرب الاوكرانيه اللي بدات في فبراير. العالم كله الحقيقه كانوا بيقولوا ما احنا هنجيب قمح منين. فتجاوزنا مثل هذه الامور، القمح متوافر، ومش القمح بس، كل انواع السلع الاستراتيجيه والاساسيه وغير الاساسيه عندنا توافر كامل. وتجاوزنا الاشاعات اللي كانت بتقول احنا القمح هينتهي ومش هنلاقي قمح علشان ناكله، بمشروع عندنا مشروعات الصوامع، عندنا رصيد، عندنا إدارة للمخزون بصورة جيدة. ولكن مهم جدا في ملف القمح جزء بس مش بس متعلق بالتوافر، متعلق بدعم هذا الفلاح بالزبط. لأن الفلاح المصري بيتحمل مسؤولية كبيرة جدا، والدولة مهتمة أن الفلاح يربح من زراعته وأنه يكون قادر على الاستمرارية. المحصول القمح ده محصول مهم جدا. الفلاح النهاردة الدولة بترفع الحافز المتعلق بتوريد القمح بحيث ان يكون الفلاح رابح من هذه الزراعه، مما يؤدي الى تشجيعه على الاستمرار في الزراعه، تشجيعه على توريد هذا القمح للزراعه. المخصصات بتبدا وبدا رصدها، الحافز تم رفعه. مطلوب طبعا من الفلاح ان هو يكون اكثر تعاونا في مجال التوريد، بحيث ان هو ده هيسهل له الامر بعد كده في ان هو اللي هيحصل على رغيف الخبز. وده زي ما اعلن رئيس مجلس الوزراء ان رغم ان الحكومه بتشتري القمح باسعار اعلى، ورغم ان هي الا انها بتقدم رغيف الخبز المدعم بنفس السعر. فهذا تحمل بتتحمل في موازنة الدولة الفرق من أجل دعم الفلاح. لكن طبعا هو يعني الأمور فيها تفاصيل طبعا لازم بيتم مراعاتها، بحيث صحيح. يتم التعامل مع هذا الأمر من خلال قراءة سلوك الفلاح نفسه للتنفيذ على أرض الواقع بصورة صحيحة. صحيح. على أي حال يعني مش هلاقي ختام يعني اختم بيه افضل من تصريح اللي قاله دكتور محمد معيط وزير الماليه لما قال ان احنا كان عندنا ازمه في 2018 وتجاوزناها، كان عندنا ازمه في كورونا والناس كلها قالت ان مصر مش هتتجاوزها وتجاوزناها، وان شاء الله هنتجاوز ازمه الحرب الروسيه. انا عايز اكد بس على حاجه قبل ما اختم. مصر لم تتخلف
في سداد ديونها ابدا. صحيح ابدا، ولن تتخلف عن ذلك، والاقتصاد المصري قادر على سداد التزاماته بصوره دوريه وفي مواعيدها من اكفأ الادارات اللي موجوده عندنا في مصر، اداره الدين في وزاره الماليه واداره الاحتياط النقدي في البنك المركزي. صحيح، شكرا لك يا دكتور وليد. الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، بنشكرك شكرا جزيلا، وناكد ان ربما البرامج الاقتصاديه المؤهله واللي بتشجع كل المستثمرين ما زالت مستمره. كان امبارح في مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي، تابعنا تفاصيله وحللنا كل ما جاء فيه من أجل الرد على كل ما يثار أو يقال، والتأكيد على أن الدولة المصرية ما زالت بتدعم برامج الصادرات، ما زالت بترحب بالمستثمرين الجدد. ناس بتتهم الحكومة أنها بتحتكر المشاريع، كل يوم الحكومة المصرية بتؤكد أن هذا الأمر غير صحيح، وبتزداد مساحة القطاع الخاص في المشاريع أكتر من الحكومة. فإحنا عندنا كلام على الأرض أكتر ما يقال على السوشيال ميديا، ياريت نشوف أرض الواقع ونشوف ما حدث على ما يحدث على صعيد الاقتصاد المصري. شكرا لك مره ثانيه يا دكتور. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. حيظل اجدادنا العظام دايما مصدر جدل ومصدر كلام في كل انحاء العالم. يوم بعد التاني بنشوف كلام بيطلع عن توت عنخ آمون، أو بيطلع عن الملك خوفو، أو بيطلع عن الملكة كيلوباترا. كيلوباترا اللي هي أصولها في الأصل إغريقية، يعني لا شك إن هي ملامحها بيضاء. شفنا بعض المنصات الأجنبية اللي هي مطلعها سمراء اللون. من الأخبار المهمة اللي شفناها مبارح برضو إن القناة الوثائقية التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت إن هي ترد وتعمل أو تحضر إنها تنتج فيلم وثائقي تصحح فيه هذه الصورة عن الملكة كيلوباترا السبعة آخر ملوك الأسرة البطلمية، الملكة اللي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر. صحيح مصطفى، حقيقة إنه توقيت مهم جدا، توقيت مهم، والفيلم إنتاج الفيلم في حد ذاته مهم جدا، لأنه إنه يكون في توثيق مرئي للتاريخ والحضارة المصرية بعد محاولات بعض الجهات الأجنبية التشكيك في أصول العرقية للمصريين وأنهم مش أصحاب الحضارة وغيرها من الادعاءات اللي هنعرفها مع حضراتكم. خلينا نعرف دلوقتي أصل هذه الادعاءات إيه؟ إيه كل اللغط اللي حاصل؟ إيه موضوع الأفروسنتريك؟ كل ده هنعرفه من الأستاذ شريف شعمان الباحث في الآثار المصرية. بنرحب بحضرتك وأهلا بيك معنا. طبعا خير، إزيك؟ إزيك يا مصطفى؟ إزيك يا دكتور، منورنا دايما. أخبارك إيه؟ الله يخليك. إيه يعني هبدأ من النقطة الفيصلية اللي ما فيهاش جدال. كيلوباترا يعني المصريين على طول أيام التاريخ كان فيهم ملكات ذو اللون الأسمر أو ذو البشرة السمراء، وكان فيهم ملكات قمحويين، وفيهم ملكات ذو لون أبيض. لأي لون من هذه الألوان تنتمي كيلوباترا، وما هو الدليل قبل ما نخش في أي جدال يعني، وما هو المثبت علميا وتاريخيا في هذا الأمر؟ بص، عايز تعرف أصول المصريين القدماء، بص لتماثيلهم، يعني اخطف رجلك للمتحف المصري أو متحف الحضارة في الفسطاط، شوف التماثيل بتاعت المصريين القدماء، وخصوصا تماثيل الخدم. يعني لو قلنا أن الملوك بيحبوا يتزينوا، بيكون شكلهم بشكل مثالي، عضلات شكل جميل، شوف تماثيل الخدم اللي كانوا بيحطوها في المقابر، ما فيهاش أي نوع من الجمالية أو المثالية، بل بالعكس هم ناس شقانين تعبانين، ولكن ملامحهم وبشرتهم بالملامح المصرية بتاعتنا دلوقتي. وده بيعكس ان المصريين القدماء هم المصريين اللي عايشين لحد دلوقتي. حصل اختلاط في اقوام دخلت علينا زي الفرس، زي الرومان، زي العرب، زي الاتراك، فرنسويين، انجليز، ولكن العرق المصري اللي احنا بنشوفه في الجدران، المقابر، التماثيل، هي نفس الجنس الموجود لحد دلوقتي. صحيح. وبالتالي ده بيعكس ان مفيش خط فاصل بيقطع ما بيننا وبين اجدادنا المصريين القدماء. كليوباترا كانت عامله ازاي؟ كليوباترا اصولها اغريقيه، جايه من اليونان، هي جايه من الاسره البطلميه اللي جت مع القائد بطليموس الاول، قائد الاسكندر الاكبر. بعد ما مات الاسكندر الاكبر اتقسمت امبراطوريته الضخمه اللي احتل فيها الشرق كله، وجت مصر من نصيب بطليموس اللي اسس الدوله البطلميه وعاش فيها تقريبا 12 حاكم باسم بطليموس. جت كليوباترا السبعة حكمت بعد أبوها بطليموس الاثناشر أو بطليموس الزمار. هي كانت إغريقية النسل والعرق، ولكن كانت مصرية الهوى والثقافة والفكر.
كانت بتجيد 7 لغات منها اللغة المصرية القديمة، ورغم صعوبتها إلا أنها كانت بتجيدها حديثة وكتابة، وده قربها بشكل كبير من المصريين. كانت بتحب أن هي تمثل نفسها على شكل المعبودة إيزيس ربة الحب والجمال عند المصريين القدماء، ومن المعبودات المحببات عند المصريين القدماء، واللي كان ليها انتشار في العالم القديم كله، وده برضو قربها للمصريين القدماء. وهنلاقي ان في نقش ليها على جدران معبد دندره وهي بالشكل المصري القديم. طيب دكتور، قبل ما نتكلم ونعرف بقى بدايه الادعاءات اللي بالمناسبه هي مش جديده على فكره، هي ظهرت بقوه مؤخرا، خلينا نعرف من حضرتك اهميه الرد بفيلم وثائقي. كان ممكن لاقي ناس مثقفين بالمناسبه ومؤرخين يخرجوا ويتكلموا ويحكوا القصه، بس فكره ان احنا ما دخلناش بقى في نقاشات مطوله، احنا دخلنا على طول في فيلم وثائقي عن كليوباترا، احنا اصل الحضاره اصحاب الحضاره. فكره الرد بهذا الفيلم الوثائقي على طول في هذا التوقيت. انا عجبني جدا جدا خبر امبارح ان هي الشركه المتحده عملت او بتخطط لعمل فيلم وثائقي تبع قناة الوثائقية عن كليوباترا. ده أكبر رد بهدوء على الفيلم بتاع شبكة نتفليكس. الفكرة إن إحنا لازم نرد فيلم بفيلم. خطورة الفيلم بتاع نتفليكس إن هو فيلم وثائقي. في دايما فرق ما بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي. هم غيروه بالمناسبة. وصف الفيلم اتغير. بالظبط بعد الهجوم الشديد صحيح. اللي حصل، يعني الفيلم الروائي هو عبارة عن خيال. رؤية المخرج. رؤية المخرج الكاتب قايمة على رؤية ذاتية ما فيهاش أي نوع من المصداقية التاريخية أو الحقائق العلمية اللي بتصدرها. صحيح. زي عندنا برضو فيلم كليوباترا اللي عملته إليزابيث تايلور وصوفيا لوران ومونيكا بلوتشي، كلها مجرد أفكار قايمة على أساس تاريخي، ولكن هي خيال المنتج أو الكاتب. ولكن لما نتكلم على فيلم وثائقي فاحنا بنتكلم على معلومات قايمة على مصادر ومراجع تاريخية محددة. فلما نتكلم على شبكة قوية زي نتفليكس وتصدر لنا فيلم وثائقي بالأفكار دي، يبقى هم قاصدين يصدروا لنا فكرة مغلطة بشكل كبير للحقيقة التاريخية. فكان الموضوع يعني مش جديد، أعتقد كمان كان في كليب لمايكل جاكسون من التسعينات. بالظبط. كان ريممبر ذا تايم. وعدى علينا مرور الكرام. وعدى علينا كده بالظبط. وهم جايبين مصريين قدماء ونفرتيتي وأخناتون طالعين سمر، بس ما كانش في دماغنا عشان الحركه دي ما كانتش بالقوه وما كانتش بالدفع الاعلامي اللي موجود زي ما هو موجود دلوقتي. صحيح. طب علشان الفن ده وثائقيا على من يطلقون على انفسهم الافرو سنتريك او اصحاب المركزيه الافريقيه. نحلل هذا الامر، كيف بدا هذا الامر؟ وماذا يريد من مصر؟ الحركه دي تاريخيا بدات في العشرينات كحركه مضاده لفكره الاستعمار او رد اعتبار للاقوام اللي استعمرتهم اوروبا البيضاء في القرن 19 و18 و17، ولكن النوع من الحركات دي ظهر كنوع من رد الفعل العنيف، ان هو بدل من هم بيردوا اعتبارهم او بيردوا حقوقهم، هم للاسف بيسطوا على حقوق الاخرين. وده اللي حصل في فتره السبعينات والثمانينات، تجلى في التسعينات برضه حكايه الكليب بتاع مايكل جاكسون، فكره ان هم بدل من هم يردوا حقوقهم ابتدوا ان هم يمدوا السيطره بتاعتهم على الحضارات السابقه، على الاقوام السابقه، ودي الخطوره بتاعه حركه الافرو سنتريك. فكره ان هم يدعوا ان هم اصحاب الحضاره المصريه القديمه، ده طبعا شيء خاطئ وغير حقيقي. الحضاره المصريه القديمه كانت بتحتضن كل الافكار وكل الثقافات وكل الاعراق، بتتبلور لحد ما بتطلع الحضاره المصريه القديمه. وعلى امتداد التاريخ المصري كله، مش بس مصر القديمه، مصر بتحتضن كل الافكار وكل الاعراق. وفي شخصيات سمراء البشرة على امتداد التاريخ المصري طبعًا. احنا فخورين بيها. صحيح. كل الملك تأكيد. ما ننكرش يعني. الموضوع ملوش علاقة بلون البشرة. الموضوع ليه علاقة بانه بينحصر في حتة معينة. احنا مش الاعتراض مش على ان ممثلة سمراء اللون مثلت الدور ابدا. بالعكس الاعتراض على زي ما كنا بنتكلم ده فيلم وثائقي. لما اعمل فيلم وثائقي لازم يكون يقابل بالظبط التاريخ. بالزبط. لان انا بحكي قصة حقيقية مش قصة خيالية. حقيقي. هي دي كل الفكرة. الموضوع ملوش أي علاقة بلون
بشرة الممثل أو الممثلة اللي موجود في الفيلم. لا، والإعلان بتاع الفيلم لما اتعرض كان مخيف جدا، يعني البطلة بتحكي إن جدتها قالت لها سيبك من كلام المدرسة، لا دي كليوباترا كان أصلها من بصرة شمرة. بقت الرسالة بقت مباشرة وواضحة، يعني سيبك من التعليم وسيبك بالزبط من الكلام بتاع المدارس ده، لا ادخلي في الفكر اللي احنا بنصدره لكم، دي خطورة صحيح الفيلم. بس دكتور شريف برضو في نقطة، يعني أنا مش عارفة هل منذ بداية قيام الحركة دي ما خدوش بالهم منها؟ مثلا يعني احنا عندنا الحضارة المصرية القديمة موثقة، يعني أصحابها وثقوها على جدران المعابد، جدران في التماثيل، في النقوش، في البرديات، يعني أبسط وأدق تفاصيل الحياة موثقة. ده حتى يمكن تفاوت ألوان البشرة على فكرة موجود مرسوم، يعني هنلاقي على المعابد بشرة سمراء داكنة أو بشرة قمحية فاتحة شوية، كل ده هتقال عليه فن. طب ما تيجي نشوف المومياوات اللي موجودة في قاعة المومياوات في متحف الحضارة مثلا، عملنا لها تحليل دي ان اي، هنعرف العرق بتاع المصريين القدماء. صحيح، ده أكبر دليل قاطع على أصول المصريين القدماء. يعني هم لو عايزين يعملوا فيلم يساند قضيتهم كنت تنصحهم يعملوا فيلم لملكة عاملة ازاي؟ حتشبسوت يعني مثلا؟ لا، ما يعملوا أفلام عن ملكات نوبيات كان ليهم دور كبير في الحضارة الجنوبية، مملكة النوبة الجنوبية كان اسمها حضارة الكوش، الحضارة الكوشية، حضارة ميروي وحضارة نبتة. الناس دي تأثروا بالحضارة المصرية القديمة وعملوا مجموعة رائعة من الآثار. هم ليهم حضارتهم بالمناسبة، ليهم حضارتهم وحضارة مهمة ورائعة وغنية وثرية وكل حاجة، بس حقيقي الفكرة إن دي حضارة منفصلة تانية خالص، فكرة اغتصاب الحضارة إغريقية وجاية من أوروبا بالظبط. طيب يعني دكتور، خلينا نبسط الدنيا شوية للمشاهدين، بيعتمدوا على إيه في الترويج لهذه للفكره دي؟ اعتمادهم على ايه بما ان احنا الحمد لله اجدادنا المصريين القدماء موثقين كل حاجه ادق التفاصيل؟ الاعتماد على الجدل، الجدل من اجل الجدل. يعني هم نقوا شخصيه تاريخيه ما عليهاش اي نوع من الجدل ونيجي ان احنا نتكلم عنها، فده يثير المشاهد ويثير رؤيه الفيلم، وده يعمل ضجه حوالين الفيلم ويخلي مشاهدته اعلى. لو اتكلمت على شخصيه فيها جدليات، في ناس هتقول مع، ناس هتقول ضد، ناس هتفكر اه دي ممكن تبقى سمراء بيضاء، ولكن لما يجي لشخصيه مفيش اي نوع من الجدل عليها واعملها بشكل مختلف تماما، يبقى واقول ان وثائقي مش درامي، وثائقي مش درامي، يبقى انا بثير الجدل اكتر عشان الناس تتشجع او ان هي تتخانق وتروح تتفرج على الفيلم عشان تنتقده، وبالتالي انا بعمل اعلى نسبه مشاهدات من لا شيء. ده نوع من الترويج الذكي جدا للفيلم. لو عملتها بالشكل الوثائقي المنطقي ان هي كانت ملكه بيضاء البشره ليها اصول اغريقيه بنفس الترتيب الزمني اللي احنا عارفينه، نوع معين من المشاهدين هيتفرج على الفيلم، ولكن انا عايز اكبر الشريحه بتاعتي بتاعه المشاهدين، وبالتالي انا بعمل حاجه صغيره كده تخلي الموضوع يكبر او يسخن، وبالتالي ده اللي بيعمل رواج اكتر، وهي فكره الجدال. طيب علشان نرد بشكل يعني يجابه هذه المنصة الأجنبية، نتفليكس منصة عالمية لها تأثير عالمي، ما نقدرش ننكر إن هي يعني مسموعة في وفيها عدد كبير من الألوان الدرامية والسينمائية، بتحمل لغات متعددة، يعني بتوصل لعدد كبير. هيكتفي هذا الأمر بإنتاج فيلم وثائقي بس من عندنا، ولا أنت عايز تحرك الأكثر من سعيد؟ أتمنى أن يكون الفيلم الوثائقي كمان باللغة الإنجليزية وبلغات متعددة، وده أكيد هيحصل عشان إحنا ما نكلمش نفسنا، إحنا نكلم العالم كله. يبقى في كاست قايم على أساس علمي، اختياره على أساس علمي، عرفت أنه مجموعة من المؤرخين والباحثين هيشتركوا في سيناريو الفيلم، وده شيء جميل جدا عشان يكون قايم على أساس علمي. فكرة ان احنا نطرح الموضوع مرة واثنين وثلاثة، انا سعيد ان انتوا طرحتوا الموضوع ده في صباح الخير يا مصر، بحيث ان هو امبارح اتقال موضوع ان هنعمل الفيلم بتاع كليوباترا من القطاع الانتاج الوثائقي. ده شيء جميل جدا ان الدولة مهتمة جدا بالدفاع عن تاريخنا وعن تراثنا وعن حضارتنا، وده عشان نوصل للعالم ان احنا مش مجرد بنتكلم عن تاريخ، احنا بنتكلم عن مستقبل من خلال التاريخ. ان احنا لما بنحمي تاريخنا بنحمي مستقبلنا. دي نقطة مهمة جدا بقى، دي كنت عايز اسال حضرتك عليها. في ممكن حد هو بيتفرج دلوقتي، يا جماعه هو في ايه، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ فيلم بقى درامي من وثائقي درامي والمشكله اتحلت لكن في احيانا بنغفل ان دايما التحركات الكبيره قوي خاصه المتعلقه بالتاريخ والحقائق بتاخد وقت عشان تتغير، وبتبقى خطواتها بطيئه جدا وحريصه جدا وبالراحه لغايه ما تقدر تغير فكر اجيال قدام. خطوره
السكوت عن هذه الادعاءات أو خطورة عدم توضيح هذه الادعاءات إيه؟ الخطورة زي ما حضرتك قلتي إن هي عاملة زي نقطة المية اللي بتنزل نقطة نقطة لحد ما بتملى البركة وبيطفح بيها الكيل. إحنا ما بنحسش بالنقطة الواحدة ولكن بنحس بالبركة لما بتملى. دي خطورة التهجم على التاريخ وتزويره. الموضوع ما بيتمش ما بين يوم وليلة وبشهر أو سنة أو حتى عقد من الزمن، لا، الموضوع خطوة خطوة. وهم ابتدوا زي ما قلنا الكليب اللي حصل في التسعينات، الأفلام اللي بتتعمل قبل كده عن بناء الهرم، عن بناء الهرم دي كانت من أشهر المحطات يعني بالظبط. ومش بس بنتكلم على القرن العشرين، في ادعاءات قالوها مؤرخين رومان في القرن الأول الميلادي والادعاء ضد كليوباترا نفسها. طب هنا التخوف ايه؟ حضرتك قلت جملة مهمة جدا، نقطة نقطة نقطة. يعني انا النهارده لما اعمل حاجه كده حاجه كده حاجه كده، هم مؤثرين عالميا واحنا عارفين، وعارفين ان احنا حتى لو انتجنا طبعا صوتنا هيبقى مسموع وهيبقى متشاف، لكن احنا بنخشى ان هم برضو تاثيرهم اكبر. خطوره ده على المدى الطويل ايه يا دكتور؟ خلينا نتكلم بصراحه. يعني انت طرحت حاجه مهمه جدا وهي فكره بناء الهرم. بره للاسف الشديد عندهم اعتقاد كامل ان مش احنا اللي بنينا الهرم، حصل عندنا بالادله القاطعه واكثر من فيلم ان احنا بنينا الهرم. عندنا الاكتشاف بتاع مقابر العمال بنات الاهرام اللي اكتشف سنة 90، ده دليل قاطع ان المصريين القدماء هم اللي بنوا الهرم، ولكن عندهم اعتقاد لحد النهارده فضائيين، ناس جايين من قارة اتلانتس، ناس جايين مش عارف منين، وبالتالي هم بيغذوا الموضوع ده في افلام روائيه زي فيلم ذا مامي. الفيلم شيق وجميل جدا وبيتفرج عليه شباب صغيرين فبيعتقدوا الفكره بتاعت الفيلم. فلما تلاقي ولد صغير عنده مثلا 10 سنين بيتفرج على الفيلم ده ويتأثر بيه، لما يبقى عنده 20 او 30 سنه خلاص هو تشبع بالفكره دي، خاصه ان انت ما عندكش ما يقابل هذه الفكره. دلوقتي بقى عندنا بالظبط، احنا ابتدينا من دلوقتي ندافع، عندنا مجموعه من الامكانيات العاليه، عندنا مجموعه من الباحثين والعلماء شطار جدا ان هم يقوموا بالخطوه دي، عندنا امكانيات اعلاميه قويه ان احنا نرد بالموضوع ده. فاعتقد ان هو بقى عندنا اليه ان احنا نرد بالحجه وبالدليل، وفيلم قصاد فيلم ومؤتمر قصاد مؤتمر، لان على قد ما هما بيصرفوا احنا عندنا الامكانيه كمان ان احنا نصرف ونرد على الموضوع. شيء مبشر كمان الحقيقه انه برضو في وعي. يعني حتى كان اصل الفيلم مش اول حاجه زي ما كنا بنتكلم، وفي الوقت قريب جدا كان في ستاند اب كوميديان مشهور، كان في دي حفله هنا منظمه بالزبط. في مصر وهو بيدعم هذه الفكره بشكل قوي جدا، فكره الافرو سنتريك. ولقينا لا ناس كتير جدا هاجمت، وناس كتير جدا بعتت للشركه المنظمه وقبل الحفله بيوم اتوقف، عثر ان هو ينقلها لبلد تانية، وده بيعتبر انتصار للوعي المصري وللشارع المصري. دي نقطه مهمه، هي الفكره كمان الترويج، هم مش عارفين بس عندهم غيره على التاريخ، وناس كتير ما عرفوش منها كليوباترا، اصل احنا برضه عندهم بيحبوا الملكه دي لان هي بتاعتنا. الفكره صحيح. ان احنا يعني هنتوصف او بنتوصف بالفعل ان احنا احفاد مستعمرين، ان احنا مش اصحاب ارض ومش اصحاب حضاره اصلا، فدي كارثة تانية في حد ذاتها كمان. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب أخيرا عايز أعرف من حضرتك إيه اللي المفروض تاني لو هنتكلم على القوة الناعمة المصرية إن إحنا نقوم بيه عشان نقدر ننشر ثقافتنا إحنا بلساننا إحنا ومن وجهة نظرنا إحنا حسب الحقيقة، يعني مش حسب كمان الدعاءات، ده حسب الحقيقة وحسب التوثيقات اللي موجودة اللي وثقها أهلها وأصحابها. نعمل أفلام، نعمل برامج تلفزيونية، نعمل مسلسلات، نعمل لقاءات، نحاول إحنا نكلم العالم بلغتهم، ما نكلمش بس بالعربي، نتكلم بالإنجليزي بالفرنساوي، نوصل لأبعد مكان لأبعد ثقافة ونكلمهم ونصدر لهم حضارتنا. الحكومة المصرية مشكورة جدا إن هي مهتمة بدعم التاريخ ودعم الآثار، عندنا مجموعة كبيرة جدا من المتاحف، القوى الإعلامية عندنا قوية جدا، القوى الناعمة بتدعمها الحكومة بشكل كبير. اعتقد ان دي تعتبر افضل سفره لينا ان احنا نوصل حقيقتنا ونوصل طبعا احنا اهل حكي ثقافتنا وحضارتنا. حقيقي بنشكرك دكتور شريف، دكتور شريف شعبان الباحث في الاثار المصريه، يعني نورتنا وشرفتنا في استوديو صباح الخير يا مصر، وبالتاكيد بننتظر العمل الوثائقي اللي هتنتجه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه واللي هينتجه القطاع الوثائقي بالشركه وهيعرض على قناه الوثائقيه تحديدا وعلى منصاتنا الالكترونيه. بنؤكد ان الحديث عن كليوباترا حديث موثق وحديث علمي، هي ملكة من أصول إغريقية أتت من أسرة بطلمية، يعني جاتت من القارة الأوروبية من جنوب أوروبا، وإن الأمر يعني مؤكد أنها يعني بيضاء اللون، وده له عدد كبير جدا من الدلائل اللي ربما ذكرها الدكتور شريف معنا. طبعا بنشكر حضرتك مرة تانية دكتور شريف شعبان الباحث في الآثار المصرية، نورتنا. أشكرك وربنا يخليك.
دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملاوي. شكرا مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فوميا كيشيدا بقصر الاتحادية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود صون وترسيخ السلم والأمن الدولي. ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الياباني المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعاية اليابانيين من السودان. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الياباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين. وخلال المنتدى أعرب مدبولي عن تقديره لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعاً. أعلنت الخارجية أن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا، وأوضحت الخارجية أن جهود الدولة نجحت أمس في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان. قال الجيش السوداني إنه وافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف هذه الليلة. وأعرب الجيش السوداني في بيان له عن أمله في التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات تنفيذ الهدنة، ويتبادل طرفا النزاع بانتظام الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة 3 أيام بوساطة دولية. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري بالعاصمة الأردنية عمان في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 من إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك. هذا ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك صعوبة تواجهها القوات الأوكرانية في مدينة باخموت التي تشهد معارك شرسة مع الجيش الروسي. في الوقت نفسه أعلن الجيش الروسي أنه أحرز تقدما في اتجاهات مختلفة داخل باخموت، مشيرا إلى أنه يسيطر على 90% من المدينة حتى الآن. وتعتبر مدينة باخموت مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، ومنذ الصيف الماضي تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة. ورياضيا، ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فريق مارومو جالنتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحسم الفريق الجنوب أفريقي تأهله للدور النصف النهائي للكونفدرالية بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما ودع بيراميدز المسابقة من الدور ربع النهائي. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
نرحب بحضراتكم مرة تانية. يوم 3 مايو اللي بيوافق الأربعاء القادم هتكون الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اللي بيشارك فيه كل أطياف المجتمع، واللي هيتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة. أعتقد أن أعضاء مجلس الحوار الوطني كان عندهم قدر كبير جدا من الشفافية والموضوعية في طرح ومناقشة كل الأفكار والموضوعات والملفات اللي هتكون موجودة على طاولة هذا الحوار من خلال عدد كبير من المحاور، كان سواء كانت محاور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. إيه اللي هيحصل في الحوار الوطني؟ تفاصيله هتبقى عاملة إزاي؟ أهميته في هذا التوقيت عاملة إزاي؟ خلينا نتعرف على كل هذه الملفات من ضيفنا النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا بعد التحية، فكرة أنه بعد العمل الشاق لأكثر من سنة وبيعلن خلاص الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم 3 مايو الأربعاء القادم، ده لو ندل على شيء بيدل على جدية هذا الحوار وأهميته. أهم الملفات اللي هتكون مطروحة خلال هذه الجلسة يا فندم، زي ما كان مصطفى بيقول، في محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية أيضا. بص يا فندم، هو من كلام حضرتك لازم نعرف يعني ايه الاول حوار وطني وكان اهميته ايه، يعني الساده المشاهدين يعرفوا الموضوع ده واهميته وجديته. وبرهنت ان 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 الدوله المصريه عندها اراده، واراده من حديد، اراده فولاذيه. طيب، السيد الرئيس اطلق الحوار الوطني في رمضان اللي فات، لا اللي قبله، في افطار العائله المصريه، كان محاوله كده ان احنا نسمع بعض كلنا، نتكلم بعض، نوجد القواسم المشتركه فيما بيننا. ده كان ناتج عن ان خلاص انا عملت اصلاح اقتصادي، بدات اشتغل، بدات انتج، بدات اعمل انجازات، فمحتاج ان انا اشارك الجميع معايا الراي والراي الاخر. وكان من هذا المنطلق اطلاق الحوار الوطني. تم اطلاق الحوار الوطني، عمل اختيار اكاديميه الوطنيه للتدريب كنوع من انواع البرهنه على الايمان بالعلم وعلى الايمان بالاكاديميين، ان احنا النهارده للتنظيم ما بين آليات الحوار نفسها وآليات التنفيذية. بعد كده مجلس الأمناء، بعد كده كان طبعا بعد المنسق العام والأمانة الفنية، مجلس الأمناء، مجلس الأمناء وإنشاء الثلاث محاور. أنا عندي تحديات في كذا ملف، طب في حاجة من الاثنين، يا إما أنا هشتغل منفردا ولا هشتغل بالتوازي. كان الاختيار إن احنا هنشتغل بالتوازي، عندي المحور الاقتصادي، عندي المحور الاجتماعي، عندي المحور السياسي. كل واحد من دول ليه قضايا متعدده وتحديات كبيره جدا. نشا في الاخر خالص ان انا الحوار الوطني انشا 19 لجنه. ال 19 لجنه دي بدات تستقبل، هل الحوار الوطني ده الناس لازم تعرف، هل الحوار ده على مستوى النخبه بس؟ يعني على مستوى النخبويه بس في المجتمع؟ لا، هو حوار للجميع. تم استقبال طلبات ومقترحات من اكتر من حوالي قرابه ال 100,000 مقترح الامانه الفنيه. فبالتالي النهارده هنا هتلاقي في الشاب مشارك، الحزب مشارك، النقابه مشارك، الشخصيه العامه مشارك. طيب احنا النهارده هنا عشان ابتدي مدخلات المجتمعات دي كلها، هي هتبقى على اجنده سواء قرارات او تشريعات. بالظبط في الاخر خالص. طيب مين بقى اللي بيضمن الموضوع ده خالص في الاخر خالص؟ ضمانه السيد الرئيس نفسه بنفسه، وهو هيحضر في الاخر خالص في الجلسات الاخيره. طب المخرجات دي في الاخر هتترجم لايه؟ هتترجم اما توصيات للحكومه او تعديلات تشريعيه هتبقى للبرلمان المصري بغرفتي الشيوخ والنواب. وبناء عليه تم انشاء ال 19 لجنه. ال 19 لجنه اللي هي النوعيه، ودي يعني لو احنا بنتكلم مثلا عن هيبتدي الاطلاق بتاعه، هيبتدي في المحور السياسي، وهيتكلم على حاجات كتيره او قضايا كتيره جدا جدا في المحور السياسي، بلجانه زي التمثيل النيابي، زي قانون مباشر الحقوق السياسيه، زي المحليات. فبالتالي النهارده هنا هبتدي اخد قضايا شائكه بتمس المواطن في 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 ما بقتش اتكلم على نطاق الماكرو، ما بقتش اتكلم على نطاق الكليه، لا انا بتكلم على نطاق التفصيليه. انا بوصل عشان المواطن، عشان المواطن اللي بيتفرج علينا يعرف اهميه هذا الحوار الوطني. اهميه انجازاته الفتره اللي فاتت ايه؟ عمل ايه للدوله من تشريعات او من قرارات الحكومه جايه من ارضيه الاحزاب او الشخصيات المشاركه في هذا الحوار؟ طيب انا هتكلم من حته تانية خالص، من منطلق كلام حضرتك. احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين
في منذ دعوة وإطلاق الحوار الوطني عقدنا العديد والعديد من اللقاءات على المستوى الشعبي، أكثر من حوالي 350 جلسة ما بين مؤتمرات كبيرة ما بين جلسات ما بين، كان تخللها كله ناس من عامة المواطنين بأفكارهم، وفي نفس الوقت خدنا منهم الأفكار دي كلها وطرحناها على أو أرسلناها إلى الأمانة الفنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيها ممثلين في مجلس الأمنة وفي اللجان النوعية للحوار الوطني. المواطن نفسه تملي كان بيسأل هو هيقعد عليا بإيه؟ أنا عاوز عندي مشكلات، عندي مشكلة صحة، تعليم، شغل، كل الحاجات دي كلها اتفندت. عشان كده كان الانطلاقة الثانية يوم الأربع 3 مايو القادم إن شاء الله بدون مقاطعة، دي كانت بعد الانطلاقة الأولانية اللي هي في الآخر خالص أنا جمعت المدخلات اللي أنا أقدر بقى أبتدي أفلترها من خلال اللجان، يعني اللجان مثلا في مقرر ومقرر مساعد، هما اللجان هنا ما بتتمليش رأي معين على 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 الضيف او على هم مستمعين فقط، وبيحاولوا يوجدوا ايجاد قواسم مشتركه ومنظمين بحيث في الاخر خالص اطلع بتوصيه هتفيد في الاخر هتنعكس على زي ما احنا قلنا في مسارينها، اما المسار اللي تروح للحكومه او البرلمان لتغيير تشريعات. طيب دكتور خلينا نبسط الدنيا كده شويه للمشاهدين والمواطن البسيط. اكبر انجاز حقق حتى الان فكره ابتدت حتى يمكن من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، فكره جمع كل الافكار، جمع كل الطوائف، جمع كل الاحزاب، دي في حد ذاتها انجاز كبير جدا. ثم جاء الحوار الوطني، وحضرتك بتقول انه تم جمع اكثر من 100,000 مدخل بالظبط. هيجي حد دلوقتي يسال طب ما هي مثلا جت منين الحاجات دي؟ انا ما شاركتش، انا عن نفسي ما بعتش، انا ما قلتش مشكلتي، ما قلتش اللي عندي على ارض الواقع. عايزين نوصل بس للمواطن البسيط والسادة المشاهدين ازاي اصلا المشكلات دي وصلت للحوار الوطني، ازاي وصلت لهذه اللجان اللي هتنظر فيها واللي بالتالي هتخرج بمقترحات وحلول. تمام. هقول لحضرتك على حاجه، المدخلات دي وصلت عن طريق قوى متعدده، سواء القوى الحزبيه، سواء القوى المجتمع المدني، سواء النقابات، سواء حتى المدخلات اللي هي بشكل فردي. فطبعا طبيعي جدا طبيعي جدا الفتره الجايه هيبتدي فيها مع النواب الشعب، هيبتدوا يتكلموا فيها من خلال الاحزاب، من خلال هيبتدي في حاله حراك كامله في للشعب المصري. طيب النهارده هو اهم القضايا اللي بتهم المواطن المصري ايه هي؟ هي طبيعي جدا بتتعلق بالقضايا الاقتصاديه والتحديات الاقتصاديه العالميه اللي احنا كلنا بنواجهها، مفيش حد ما بتقعدش معاه الا ما بيتكلم في هذه التحديات. طيب احنا النهارده الحوار الوطني فند التحديات دي الى كذا حاجه، الدين العام، غلاء الاسعار، التضخم. لو احنا جينا مثلا في المحور السياسي، انا اجي اتكلم على محور الشباب مثلا او القضايا التي تهم الشباب والحاجات دي كلها، يعني مثلا احنا تعرضنا لها مثلا في بحكم ان انا اشرف ان انا امين سير لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشيوخ المصري، فبالتالي احنا بنتعرض لمشاكل كبيره جدا وبنستعرضها وبنحاول نحلها، زي تمكين الشباب مثلا. طب التمكين، هل التمكين ينفع قبل التدريب ولا النهارده لازم ادرب واهل؟ ببتدي افهم الناس دي وببتدي انزل للقواعد دي، مراكز الشباب. طب احنا النهارده مدخلات مثلا احد المساهمين من محافظه من محافظات البعيد بعت حاجه للحوار الوطني وتم وضعها من ضمن القضايا التي تهم المحافظه دي، فبالتالي بقت هنا في حاله تفاعل. طبيعي جدا ان انا هيحصل الفتره الجايه حاله من الحالات الايه؟ التعظيم التفاعل، لكن النهارده كل فئه وكل حد في المجتمع المصري ممثل، طبيعي جدا مش هيبقى كل ال 100 مليون، لكن احنا النهارده بس في اليه عملناها، في اليه بالظبط، اليه على الاقل العداله والعدل هو الاستواء، يعني ان انا استمع صحيح. الى الجميع، استمع الى القوى. يعني الحقيقه انا سالت حضرتك السؤال ده عشان اوصل للساده المشاهدين فكره التفاعل. دلوقتي كل واحد دوره، اولا صوتك مسموع، بس صوتك عشان يكون مسموع لازم يكون انت ليك دور وتتفاعل مع النائب عنك لو نائب عن دايرتك، فتقدر تتوجه ان كان عن طريق ان انت تتوجه مثلا بفكره او بتطرح حتى مشكله عندك ايا ما كان، وهتوصل لفكره التفاعل. ده حق بالزبط. المواطن، وزي ما حضرتك تفضلتي ويعني احيي حضرتك على الاشاده الجميله والمداخله الجميله دي،
لان لازم المواطن نفسه يعرف اليته ويعظم دوره في نفس الوقت. النهارده حضرتك عندك من خلال المواطن مثلا من خلال الاحزاب من خلال النائب اللي بيمثلك وحقك عليه اللي حضرتك صحيح. تروح له وتقول له انا عندي مشكله كذا كذا كذا. طيب النهارده هي التحديات اللي اتجمعت على الحوار الوطني ده ما هي الا ايه؟ ما هي الا النهارده في حاجات معينه مثلا محتاج فيها تتعالج بس قانونا صحيح. محتاج ثوره تشريعيه مثلا في حاجات معينه يعني في حاجات قوانين عفى عليها الزمن في لا تتناسب. هو الطريق نحو الجمهوريه الجديده اللي احنا كلنا بنؤمن بيه النهارده انا محتاج النهارده يبقى عندي تشريعات تقدر اكثر قوه واكثر مرونه انها تتعامل مع التحديات وفي نفس الوقت تتقبل كافه الايه الحاجات الجديده اللي طرقت عليا. طب انا النهارده المواطن انا يعني عاوز اساهم عنده يقدر يخش على صفحه الحوار الوطني عنده زي ما حضرتك تفضلتي انا ممثل في الحوار الوطني قوى المجتمع المدني الاحزاب النقابات الجامعات فبالتالي بقى عندي هارموني كده ما بين اكتر من طريق للمواطن اكتر من طريق المواطن وفي نفس الوقت هو بنفسه يقدر يتفاعل وده من هنا دورنا ودور حضراتكم من خلال المنبر المحترم ده ان احنا النهارده ننشر العدوى الايجابيه ننشر الايجابيات بتاعتنا ان احنا كلنا ده اصل زي ما تفضل سياده الرئيس كذا مره وقال احنا مش هنعبر ومش هنعدي التحديات دي كلها الا اذا كنا كلنا يد واحده وبنتفاعل كلنا وكتفنا في كتف بعض. فبالتالي انا شايف ان الفتره الجايه هي الانطلاقه الثانيه للحوار الوطني الانطلاقه الاولانيه انا جمعت عملت التنظيم الشكل التنظيمي اللائق اللي يقدر يفلتر ويقدر يستوعب كم وكم من المداخلات. الفتره الجايه هيبقى ان شاء الله هتم البدايه بالمحور السياسي وهتبقى الممثلين فيها الساده النواب والاحزاب السياسيه بمدخلاتهم ولايجاد قواسم مشتركه وهو ده اللي احنا لازم نؤمن بيه كلنا. طب العناوين اللي جايه اللي هيتم مناقشتها ايه؟ ابرزها ايه يا ست النائب؟ ابرزها احنا في حوالي قرابه ال 113 قضيه. دي نتيجة اللي هي التحديات اللي هي دخلت تمام ما تم استقباله من المدخلات بالظبط في المدخلات. فطبعا هيتم في خلال المحور السياسي والمحور الاقتصادي هيتم مناقشة حاجات كتيرة جدا مثلا المحليات مثلا يعني أنا النهاردة بالنسبة لي الملف بتاع المجالس المحلية طب احنا النهاردة هنا التشريع بتاعه كان قانون 43 لسنة 79 هل ده هيتناسب مع الجمهورية الجديدة طب النظام الانتخابي فيه داخله طب تمكين الشباب طب تحديات اتحادات الطلبة داخل الجامعات كل ده بيتم مناقشته. الاقتصاد النهاردة هل النهاردة زي ما احنا شايفين الدولة مثلا منفتحة جديد على حاجات جديدة كتير وبتقدم تسهيلات كتيرة هل في ما نحتاج إلى المزيد. طيب من ضمن الفعاليات التأثير اللي هو كان للحوار الوطني كان حضرتك كنت عارف ان في يناير القادم ان شاء الله بدون مقاطعة في 2024 كان سيتم الغاء الاشراف الانتخابي القضائي الاشراف القضائي على الانتخابات. فبالتالي النهارده كانت من ضمن توصيات الحوار الوطني ان احنا نعيد النظر في هذا القرار وكان في استجابه من فخامه السيد الرئيس لهذا الموضوع فبالتالي اتحول بقى هنا عندي فعاليه تاثير. فده يعني اللي هي ابرز الموضوعات الفتره الجايه اللي هي انا في منظوري هتبقى في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي بالاضافه طبعا للمشاكل اللي هي اللي احنا الارث الكبير قوي في الصحه وفي التعليم واللي الدوله بتبذل فيه العديد والعديد من تشريعيا ولا ككهرارات؟ لا هيبقى التشريعات هقول لحضرتك على حاجه التشريعات من صفاتها اللي هي متجدده يعني انا النهارده كل مدخل بيمثل لي مخرج جديد لكن هي انا شايف ان هي هتبقى في قرارات اللي هي لازم تخرج للسلطه التنفيذيه ليه؟ لان انا باخد النهارده والدوله عازمه على ده مجلس الامه انا في الحوار الوطني عازم على ده المجهود اللي بذل في الامانه الفنيه عندهم الاراده الحديديه بقوه طبعا الشعب وقوه الايمان بحقه في زي ما السيد الرئيس طبعا اللي بيقول حياه كريمه النهارده بقى في حق جديد مكتسب امام العالم كله حق الانسان حق الحياه الكريمه وليس بشكل كاموفلاجي. طب انا النهارده هنا انا محتاج النهارده ايه الملفات اللي عندي كبيره جدا الملف الاقتصادي التحديات الاقتصاديه العالميه اللي طرقت على مصر وواجهت مصر احنا جزء من كل فبالتالي النهارده هنا هل محتاج النهارده مشروعات جديده هل محتاج افكار جديده طب النهارده محتاج انزل للشباب ازاي محتاج الجامعات ازاي كل الحاجات دي كلها ما هي الا يعني تفاعلات الفتره الجايه هتكون على
طاولة الحوار الوطني، بحيث ان انا اخرج بيه اكثر فعالية، وفي نفس الوقت اخش يعني اخش الفترة الجاية، لان المحليات مثلا، انا ليه ضربت مثلا المحليات على سبيل المثال؟ لانها متشعبة جدا والادارة اللامركزية وكلنا بنلامسها. بعض الاحيان نيجي النهارده عوائد التنميه، عوائد التنميه بتيجي علينا او على المواطن البسيط اللي هو مثلا بعيد عن الحياه السياسيه او الحاجه دي، بتيجي عليه في الشارع بتاعه ابسط حاجه. فبالتالي النهارده الشارع بتاعه ده مين اللي بينظمه؟ الاداره المحليه. طب الاداره المحليه دي مثلا محتاجه حد يبص عليه، طب حد ده يبص عليه، طب ازاي؟ طب التشريعات، طب الدستور، طب التمثيل، الحاجات دي كلها مطروحه في النقاش الفتره الجايه، وان شاء الله انا واثق ان هي هتخرج ب نتاجات اكثر جديه واكثر مرونه، ان هي تقدر تتنفذ وقابله للتطبيق على ارض الواقع. هي فكره فعلا زي ما حضرتك قلت في ازاي، يعني ممكن يكون في تشريعات كتير جدا وفي قوانين كتير جدا، لكن هي ازاي ان هي تتنفذ بشكل يلائم المدخلات والمتغيرات، وحتى يعني كمان يرضي المواطنين ويرضي الناس في الشارع ويواكب ظروفهم، وفي نفس الوقت مد جسور الثقه ما بين المواطن بكل تاكيد وما بين، ودي كانت نقطه مهمه جدا الحقيقه افتقدناها على مدار سنين كتير. طبيعي جدا يا فندم، الدوله المصريه ما كانتش خارجه من الرفاهيه اللي ان احنا مثلا كان في يعني فتره طبيعيه، لا احنا كنا كدنا يعني، وادينا نشوف، انظر حولك يعني، تملي اقول للمواطن انظر حولك، فنحمد ربنا على دي كانت اساس المشكله بالمناسبه. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب. برضو حابين ننقل للمشاهدين شكل الجلسات والنقاشات هيكون عامل ازاي. حضرتك اتكلمت عن 19 لجنه بالظبط، اللجان دي مكونه من مين؟ مكونه من خبراء في كل ملف بعينه، حتى من خارج الغرفتين البرلمانيتين. مين ممكن يقول طب ما انا مين اللي هيحل لي مشكلتي دلوقتي؟ طيب التكوين اللي هو الشكل بيبقى مقرر مثلا ومقرر مساعد، بيبقى فيه منهم من هم بينتموا الى السلطه التشريعيه، وفي منهم من هم بيبقوا خبراء في المجال بتاعهم. بيبقى ازاي النهارده مين بقى يحل المشكله دي بتاعت اللي حضرتك تفضلت فيها؟ بيتم هنا تجميع الاراء كلها، وزي هم منظمين وليس هم يعني بشكل يبقى ليهم اراء، لا سلطان على احد دون احد في الراي يعني. النهارده هو انا بستمع وبنظم واقول والله حضرتك قلت الفكره دي والاستاذ قال الفكره دي، فاحنا النهارده في قاسم مشترك ما بينهم، فده ممكن نخرج منه بايه؟ بتوصيه. لكن النهارده الاستماع هيبقى منين؟ الاستماع هيبقى من الاحزاب، من المجتمع المدني، من النقابات، من اتحادات الطلبه، من العديد والعديد من القوى المجتمعيه. فاصبحت دلوقتي هنا انا بقى عندي ضمانه حقيقيه للمواطن ان هو يعني صوته او قضيته هتوصل. هي دي حقيقي، بس احنا هنتكلم على سبيل المثال يعني الملف المجتمعي مليان قضايا، السياسي كذلك والاقتصادي كذلك ومتغير، يعني في مش هنقدر نناقش اكيد كل المحاور في جلسه واحده، في جلسه نقاشيه واحده. ده حقيقي. فعلى سبيل المثال لو هنتكلم في قضيه مجتمعيه بعينها ايا كانت هي ايه، هل كل مره بيتم الاستعانه بخبراء مختلفين عشان يقدروا يساهموا في حل المشكله دي؟ طبعا يا فندم طبعا، وده اساس يعني اساس او نواه الحوار الوطني، ان انا النهارده الاستماع الى الجميع، الراي والراي الاخر والراي يعني فيما بينهم، بحيث في الاخر خالص يعني وقارنه مع الخبراء، بحيث في الاخر اطابق التوافق. لو انا النهارده هنا وصلت لتوافق وفي تطابق، يبقى بالتالي يبقى هنا النهارده الراي ده والراي ده والراي ده مع الراي المهني والراي الفني. صحيح. فبالتالي بقى عندي في الاخر خالص ايه؟ بقى عندي في الاخر جديه ان فعاليه التاثير دي لو خرجت توصيه، التوصيه دي هتنفذ. فطبعا بيتم الكلام ده من خلال المقرر والمقرر المساعد في اللجنه، والاستماع لكافه الاطياف المشاركه بدون يعني دون فرض راي حد على حد، ولا بالعكس. بالعكس الموضوع بيبقى فيه مناخ ديمقراطي جميل جدا. صحيح. وفي نفس الوقت يعني حتى لو احنا كنا شاهدنا الانطلاقه الاولانيه وتنظيم الشكل بتاع مجلس الامنه، وشفنا الجلسات وهي بتذاع، وشفنا القضايا حتى اللي كانت بيبتدوا يتكلموا فيها وبتاع، هتقول ايه ده؟ لا دي فعلا دي مصر بشكل جديد. صحيح. طب احنا عندنا على السوشيال ميديا عدد كبير من الناس اللي ربما ليهم اراء مختلفه عن الحكومه، وخصوصا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي. يعني يقول احنا ليه نصرف كده؟ احنا ليه نعمل كده؟ احنا ليه نسوي كده؟ الاولويات، فقه الاولويات. فقه الاولويات. ما نقدرش نشكك في وطنيته، هو الراجل بيحب مصر والراجل عايز الصالح العام. وممكن تلاقي بوست من دول يعني مش مبني على ادله حقيقيه وعلميه وخلافه،
وانتشر انتشار النار في الهشيم. ازاي انا كلجنه حوار وطني استقطب هؤلاء عشان اخد منهم اللي ينفع الناس ويمكثوا في الارض، وفي نفس الوقت اقتل الشائعه قبل ان تتحول الى يعني نقاش عام؟ طيب، هو المداخله بتاعت حضرتك دي تفتح لنا على العديد والعديد من القنوات فيها. اول حاجه، انا النهارده احنا اتفقنا على حاجه، ان مدخلات الحوار الوطني بلجانه بالمحاور الثلاث بتوعه ب 19 لجنه بالمجلس الامنا بالامانه الفنيه كلهم، مدخلاته جايه منين؟ من الناس. الناس دول بكافه الاطياف تمام، وليست نخبويه فقط. فبالتالي هل جزء الشق بتاع السوشيال ميديا هل بيمثل لي جزء كبير؟ بيمثل لي طبعا جزء كبير جدا من المدخلات، ولكن انا النهارده هنا بتعامل معاه ايه؟ انا النهارده محتاج صوره تكامليه، وزي ما احنا شفنا مثلا مجهودات كبيره جدا بتتم، يعني النهارده انا كانت حرب الشائعات دي لم ولن تنتهي على الدوله طول ما انت ناجح. انت لو انت مش ناجح وانت مش مؤثر حقيقي هو هيهاجمك ليه؟ فبالتالي هو النهارده هنا بقيت مثلا اشوف في بعض التطبيقات بتطلع بدات الدوله تتعامل معاهم. طيب في افكار تانية وارد تيجي لي طبعا. طب النهارده ابتدي النهارده استقطب الشباب اللي على السوشيال ميديا دول واقول لهم ازاي انتوا تبقوا فاعلين في المجتمع من خلال التفاعل. مش عيب على فكره، مش عيب، ده انت الكبير وانت دورك الكبير. هو ده اللي حصل، انت الكبير وهو ده اللي حصل بالظبط. هو ده اللي حصل يا فندم، يعني هو ده اللي حصل، ودي اساسا فلسفه الحوار الوطني، ان احنا كلنا نسمع بعض، ومش نسمع فقط، لا ننصت لبعض، لان العداله هي لغه الانصات. فبالتالي اما هانصت وهاخد الافكار، جايز انا كان ناقص لي حاجه، جايز النهارده هنا هو ما كانش، وساعات بيبقى محق في حاجه، وساعات بيبقى في وجهه نظر. هو ده اللي يبين الحقيقه سبب الاعتراض ايه. هل سبب الاعتراض فعلا ان انا عايز اعمل حاجه احسن، شايف الموضوع بشكل افضل مما يحقق مصلحة المواطن فعلا ومصلحة وطني، ولا أنا بعترض لمجرد أن أنا بعترض وعايز أثير الجدل وأثير البلبلة وخلاص؟ المعارضة تبقى معارضة بناءة، أنا شايف من وجهة نظر المتواضعة بيبقى فيه الحل والحل الآخر والحل البديل، وليس كلام تنظيري أو كلام حنجوري فقط لا غير. لكن النهاردة هنا المواطن تساؤلات عديدة. النهاردة ما يجي مثلا زي ما حضرتك تفضلت من شوية قلت فقه الأولويات، اللي هي الأسئلة بتاعت الناس كتير، فقه الأولويات ليه اتعمل ده قبل ده؟ ليه اتعمل ده قبل ده؟ ده بيتم هنا النهارده عرضه بشكل او باخر. طب النهارده اما بيجي لي الراي ده وانا افهمه في خلال جلسات مشتركه وقواسم مشتركه، وتبقى مذاعه، وتبقى بخرج بيها بتوصيات اعلاميه مثلا، النهارده دي بتروح للمواطن في الريف، وبتروح للمواطن في الشاب في الجامعه، وبتروح للست الموظفه، وبتروح هنا، بالتالي بيحصل حاله حراك مجتمعي، ودي المطلوبه الفتره دي. النهارده ما بيبقاش في جزر منعزله، يبقى كله النهارده عارف انا بعمل ايه، لان النهارده لو انت عارف انا بعمل ايه كويس قوي ووصل لك ده حتى لو بجزء بسيط، يبقى انت النهارده هتبقى معايا كتف بكتف، يبقى انت النهارده يبقى فريق واحد كسبان كلنا في الاخر خالص كمجتمع وكدوله. فبالتالي النهارده هنا مدخلات الحوار الوطني من احد ادواتها بتبقى فين؟ بتبقى برضو زي ما حضرتك تفضلت من الاراء العامه، وبتبقى من الجموع الشعب، لأنه هو في الأول وفي الآخر لازم نأكد على الحتة دي، هو في الأول وفي الآخر شعبوي وليس نخبوي فقط. صحيح. على أي حال يعني إحنا بننتظر جلسات الحوار الوطني وما ستسفر عنه. بالتأكيد يعني الحوار لو كان مذاعا وكان فيه تلامس حقيقي على أرض الواقع مع ما يطلبه الجمهور وما يطلبه المصريون من قرارات، ولا كده هنلاقي ايضا مقترحات كثيره جدا تذهب الى متجدده متجدده عبر الانترنت وعبر النواب. في ناس هتشجع بالزبط. هتيجي تاني، فبالتالي وهيصبح برلمان حقيقي يعرض لكل الاصوات. صحيح. بنشكرك الدكتور محمد عمار عضو مجلس الشيوخ، انت تنسقيت شباب الاحزاب والسياسيين وايضا احد المشاركين في الحوار الوطني اللي حينطلق يوم الاربعاء القادم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضراتكم يا فندم. شكرا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، يومكم جميل، صباح الخير يا مصر.